المسيح عشان خاطر يقدم خلاص للبشرية، احتمل طريق الآلام واحتمل طريق الصليب. هل احنا مفروض ان احنا نفضل مستنيين في كل وقت ان ربنا لازم يتدخل بصورة ظاهرة وصارخة جدا؟ الشر ده الله الله يستطيع ان يمنعه، لكنه بيسمح به. ما نعملش اي شر، لا نجازي الشر بالشر. الله قادر ان يحول هذا الشر الى خير. المسيح بيعلمنا ان احنا كل ما يبقى قدامنا تجربة جاية نصلي ان ربنا يرفعها، عشان خاطر الانسان يعيش حياة مسيحية بالمثل المسيحية. محتاج لجهاد. مشاهدينا الاحباء، اهلا بيكم معانا في لقاء جديد وحوار مع نيافه الحبر الجليل انبا شرابي. حقيقه اشتقنا يعني للحوار مع سيدنا، بقالنا شهور كتير، وخصوصا المره دي باذن ربنا هيكون محور الحوار عن مشاكل كتير دايره بين فئتين من الناس، فئه متضرره وزعلانه من بعض القوانين الكنسيه وبعض اللوائح اللي بتنشر وبعض الاخبار اللي بتنشر على صفحات الجرائد، وفئه اخرى بتدافع بانفعال، وبرده انفعالها ده احيانا بيؤدي للغضب من البعض وبيؤدي لحوارات قد لا ترقى في بعض الاوقات لطريقه الحوار المثلى المسيحي. من اجل يعني تهدئه جميع الاصوات ومن اجل ان احنا نصل لصوت هادي، صوت فيه الحكمه وصوت فيه العقلانيه وصوت فيه الروحانيه في نفس الوقت، باذن ربنا هيكون ده محور حوارنا النهارده حوالين قانون الاحوال الشخصيه او مشروع القانون حسب ما هنعرف باذن ربنا في خلال الحلقه. اسمحوا لي في بدايه لقائنا ارحب بنيافه الحور الجليل، بنيافه الانبا شرابي، على بنيافتك سيدنا. يعني شهور طويله جدا جدا يعني اخيرا يعني سفريات وشغليات الحمد لله على السلامه سيدنا. يعني وبجد يعني انا مقدره جدا السفريات دي، وخصوصا ان احنا نيافتك ما لحقتش ترتاح، يعني دوب وصول نيافتك امبارح بالسلامه من مصر. يعني فخلينا نبتدي على طول بالسفريه بتاعت نيافتك لمصر دي، كان ايه هدفها وايه بقى اللي حصل فيها سيدنا؟ هو انا سافرت مصر لحوالي مده اسبوع عشان اقابل قدسه البابا لعده موضوعات، فكان لي لقاءين مع قدسته، لقاء يعني انا لوحدي كان يوم الجمعه، ولقاء آخر كان قدسة البابا دعا رؤساء المجالس الإكليكية الإقليمية للقاء، واجتمعنا مع قدسته يوم الأحد بالليل. أنا سافرت مصر يوم الاثنين، وأيضا التقيت يعني زوجت نيافة الأنبا دانيال، وكان لنا لقاء مع نيافته ومع الأنبا بخوم اللي هو مسؤول على المجلس الإقليمي في الصعيد. أبتدي بالموضوعات الخاصة اللي هي تتعلق بزيارة قدسة البابا لينا في أمريكا. فأنا كنت رايح برضو عشان التكتيبات النهائية للزيارة، فسيدنا إن شاء الله هيباركنا في شهر أكتوبر. هيبتدي البرنامج الرسمي يوم 8 أكتوبر لمدة حوالي 3 أسابيع. فقدسة البابا يعني وافق أنه يزور، مش هيقدر يزور أمريكا كلها، الولايات المتحدة الاتساع، فقرر يعني مشكورا أنه يبدأ بالإبرشيات اللي أول إبرشيات تأسست في الولايات المتحدة، وخاصة أن السنة دي هي السنة 20 لتأسيس إبرشية جنوب أمريكا وإبرشية لوس أنجلوس. وفي نفس الوقت هيزور برضو منطقة الغرب اللي هي زي شمال كاليفورنيا والمنطقة دي يعني. فهتبتدي الزيارة برنامج الزيارة هيبتدي يوم 8 من في برشية نيافة الأنبا يوسف، ويضع البرنامج هناك لحد يوم الأربع 14. هيجي يباركنا يوم الأربع 14 ويقعد عندنا لحد يوم الأربع اللي بعده اللي هيكون يوم 21. بعد كده هيسافر من هنا يزور المناطق اللي هي في شمال كاليفورنيا والمناطق اللي حواليها وسياتل ولاس فيغاس والحتت دي، ويسافر بالسلامه من سان فرانسيسكو الى مصر ان شاء الله. وطبعا الزياره هتشمل تدشين كنائس جديده في كل المناطق دي، وايضا لقاء مع الاباء الكهنه في كل منطقه، لقاءات مع الشعب، لقاءات مع الشباب، سواء الشباب اللي هو بيتحدث العربية أو الشباب اللي نشأ هنا بالإنجليزية. فهتبقى يعني برنامج حافل، وإحنا يعني هنبعت لكل الكنائس البرنامج اللي هيكون. طبعا سيدنا مش هيقدر يزور كل الكنائس، أنا عملية صعبة يعني
انما هيبقى عينات على اساس ان دي اول زياره هتتبعها ان شاء الله زيارات اخرى، وبعد كده يبقى سيدنا هيزور المناطق التانية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني. فنتمنى يعني تكون زيارة مباركة، خاصة أول زيارة لسيدنا لينا، وطبعا كل الناس مشتاقة لهذه الزيارة. الجزء الثاني كان بخصوص لجنة العلاقات مع الكنيسة الروسية، لأن أنا كان وصلني جواب من المطران إلاريون اللي هو بعت لنا انه المجمع المقدس عندهم وافق وحدد من هم اعضاء اللجنه، اللجنه المشتركه يعني. فكان مفروض ان احنا نرد عليهم. انا يعني انتظرت لما التقي مع قداسه البابا واناقش معاه الاسماء اللي هي ممكن تكون في اللجنه. طبعا اللجنه دي هتبقى لجنه علاقات هتشمل النواحي اللاهوتيه، تشمل أيضا التبادل بالنسبة للآباء الرهبان والرهبنة، تشمل أيضا النشاط أو التعاون في مجالات العمل الاجتماعي، في مجالات تبادل الطلبة، في تبادل الرهبان. يعني مش هتبقى لجنة حوار لاهوتي، لأن الحوار اللاهوتي مع عائلة الكنيسة الروسية اللي هي الكنائس الإيسترن أورثودوكس ده في حوار لاهوتي رسمي موجود، فده يعني هيبقى مجرد متابعة لنتائج هذا الحوار. عشان كده يعني الوفد اللي هم اختاروه برضو في تنوع، يعني في أسقف، في كهنة، في علمانيين بيمثلوا أنشطة مختلفة في الكنيسة. فاحنا برضو اختارنا يعني قداسة البابا اختار مجموعة برضو متنوعة. هو كل كنيسة ليها 6 أعضاء، يعني 6 من هنا و6 من هنا. فاحنا هنا بالاضافه ليا في اختار قداسه البابا نيافه الانبا يوليوس اللي هو الاسقف العام لاسقفيه الخدمات العامه والاجتماعيه مصر القديمه. طبعا اهميه اسقفيه الخدمات بما ليها من امكانيات في العمل المسكوني والعمل الاجتماعي، فكان مهم سيدنا يكون معنا، وايضا مع بدايه توليد هذه المسؤوليه فمهم اشتراكه برضه في العمل المسكوني والتعاون مع الكنائس. أبونا جون بول عبد السيد، لأنه هو مسؤول عن المدرسة الإكليريكية أو المدرسة اللاهوتية والكلية الإكليريكية هنا حاليا، وطبعا هو شخص نشأ هنا ويعني وصل على مستوى متقدم في تعليم اللاهوتي كشخص لاهوتي. أبونا بولس حليم اللي هو المتحدث الرسمي وأيضا يمثل كاهن من كهنة القاهرة، وكان معنا في رحلة روسيا، وهو أيضا عضو في لجنة البعثات اللي بيرأسها نيافة الأنبا رافائيل، وكان حضر لجنة العمل اللي عقدت في روسيا بخصوص البعثات. كان ذهب هو مع أبونا جون بول واتفقوا مع لجنة هناك على أن احنا نبعت حد وهم يبعتوا حد للدراسة، فكان مهم قوي معنا في اللجنة. فدول الاثنين الآباء الكهنة زائد سيدنا، بعدين اثنين علمانيين، في الأستاذ دكتور إسحاق عجبان اللي هو في معهد الدراسات العليا أستاذ في التاريخ، وكان معنا في رحلة روسيا وكتب كتاب عن الكنيسة الروسية وله يعني علاقات. وأيضا اخترنا السيدة بربارة سليمان اللي هي ماسكة مكتب المشروعات في المقر البابوي عشان تساعدنا في سهولة الاتصالات مع المقر البابوي يعني. فده الوفد يعني، وأنا بعت جواب للمطران إلاريون بأسماء الوفد اللي اختاروا قداسة البابا، واقترحنا أنه يكون أول اجتماع نستضيفه عندنا في مصر في دير الأنبا بشوي، بالذات أن في دلوقتي قداسة البابا بينشئ مركز مؤتمرات جديد في دير الأنبا بشوي. فسيدنا تكرم مشكورا أنه هو يستضيف في اللقاء ده، وغالبا هيكون أنا اقترحنا نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير السنة الجاية، يعني بعد ما تعدي فترة الأعياد عشان خاطر يقدروا هم يعني يرتبوا نفسهم ويجوا، وإحنا كمان نقدر نحن نتقابل. وإن شاء الله يعني دي تكون بداية كويسة في التعاون مع الكنيسة الروسية، لأنه الكنيسة الروسية طبعا كنيسة لها أهميتها كبيرة في العالم المسيحي، وإحنا يهمنا يكون لنا علاقة طيبة مع كل الكنائس. كان في آخر اجتماع كانت عمل كان يافتك برضو عملته كان في فبراير اللي فات في القاهرة، ده كان لجنة عمل. أعدينا ورقة يعني جي وفد منهم، أعدينا ورقة للجنة المشتركة يعني اللي بنسميها الكوميشن، يعني هي اللجنة. فإحنا عملنا ورقة عمل
يعني ايه هي اللجنه دي وهتعمل ايه وايه مجالاتها. واتعرضت عندنا في الكنيسه، قداسه البابا وافق عليها، وهم عرضوها على غبطه البطريرك كيريل واعضاء المجمع. هناك عندهم المجمع المقدس، يقصد به مجموعه من المطارنه غير المجمع كله، يعني هو بيتقسموا جزئين، جزء مجموعه مطارنه بيجتمعوا مع البطرك بصفه دوريه، وبعدين بقى الاجتماع العام اللي بيكون الاساقفه، لان هناك عندهم عدد ضخم من الاساقفه، ده كل فتره بيسموه الكونسل، البيشوب كونسل، ده بيجتمع كل فتره طويله. فهو المجموعه دي هي اللي بتقدر تجتمع مره او مرتين او اكثر في السنه، فبيقدروا ياخدوا قرارات سريعه زي كده. تمام، حلو خالص. فيما بقى يخص الاجتماع بتاع يوم الاحد اللي كان مع قداسه البابا بخصوص الاهوال الشخصيه. بالنسبه للاجتماع ده، يعني سيدنا دعا رؤساء المجال، احنا زي ما عارفين في 6 مجالس اقليميه دلوقتي اللي هي ابتدت من عملها رسمي في شهر يوليو. طبعا احنا كنا ابتدين قبل كده كبديل للمجلس الكليريكي العام. فكلنا كنا موجودين، اللي ما قدرش يحضر نيافه الانبا كيرلس اللي هو مسؤول على المجلس الاقليمي في اوروبا، لكن كان نيافه الانبا بولا، نيافه الانبا دانيال، نيافه الانبا بخوم، ونيافه الانبا سؤدوسيوس. طبعا الانبا دانيال بالنسبه لمجلس القاهره، الانبا بخوم للمجلس الصعيد، والانبا سؤدوسيوس مجلس الاسكندريه وكبحري، وطبعا الانبا بولا مسؤول على مجلس استراليا واسيا. وانا امريكا وكندا. فكان في 3 موضوعات مهمين. الموضوع الاول بخصوص مشروع القانون، ويعني ساعات ناس بتخلط ما بين مشروع القانون وبين اللائحه. ففي قانون مقدم لو بيسموه مشروع قانون الاسره، يعني جايب نسخه منه، دي كانت وزعوها علينا لما نيافة الانبا بولا زارنا، مكتوب في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، اللي هو يعني كان قبل كده في لائحة 38، وبعدين الكنيسة عملت القانون الموحد وما واخدش بيه، وبعد كده أظن في 2008 قدم المجلس الملي قانون، فهو غالبا ده اللي واخدين بيه المحاكم حاليا. وبعدين ابتدت الكنيسة تبدأ تاني، يعني الدولة طلبت انه نعيد تاني موضوع ان يبقى فيه قانون، مشروع قانون. فاتكونت لجنة من الكنائس، مثلنا فيها كنيافة الانبا بولا واظن مع المستشار منصف واعضاء من الكنائس التانية، وعملوا المسودة دي وبعتوها، وفي لسه كلام رايح وجاي بخصوص هذا الموضوع. فده مشروع قانون يتعلق بالنسبة للمحاكم في مصر، لأن طبعا زمان كان في المحاكم الملية وبعدين اتلغت، فبقي في قانون تحكم به المحكمة في حالات الأسرة المسيحية، بيشمل حاجات كتيرة يعني. يعني مش بس الطلاق، يعني الزواج والخطبة والميراث، محدش بيبص غير على حتة الطلاق. فيعني ده قانون طويل، وطبعا بيخص في الاعتبار في رأي الكنائس، يعني الكنائس بتقول رأيها، دولة طبعا بتسمع آراء أخرى، وبعد كده طبعا بيوعى فيه القانون المصري، بيوعى فيه الدستور، يعني في جوانب متعددة في هذا الأمر. وبعد كده بيعرض، لازم يعرض على مجلس الشعب، ولو مجلس الشعب وافق بيطلع بيه قرار جمهوري. فطبعا لسه في مرحلة، واضح أن في مرحلة طويلة بخصوص هذا الأمر. لكن النقطة الثانية اللي هي أهم منها هي الوضع الكنسي، لأنه نتيجة اقتراح لا هي بس أنا عايزة الأول نيافتك ذكرت أن كنتوا ابتديتوا من فترة من قبل شهر 7 العمل بالقانون الجديد، بس محتاجة نيافتك توضح الحتة دي. أنا عايز بس أقول أن في القانون ده قانون للمحاكم. المحاكم حاليا حسب ما انا فاهم ان ماشيه بما قدم من المجلس الملي ب 2008. تمام. المحاكم المصريه. فده المجلس الاكليريكي، ده هي النقطه الثانيه بقى، ان هو ماشي بالقانون الكنسي اللي احنا ماشيين عليه، بما بيرجع الى
قرار من المجمع المقدس هتكلم عنه اللي هو كان سنة 79 لما ابتدى القانون الموحد يتعمل، كانت عرض في المجمع المقدس وطلع في قرار بيه، وده اللي ماشي بيه المجالس الإكليركية، المجلس الإكليركي العام، وطبعا في مجالس إكليركية اللي هي في الإباكشيات، ودلوقتي في المجالس الإقليمية. فالقانون ده، مشروع القانون ده خاص بالمحاكم. الدولة بتحاول بالتفاهم مع الكنيسة ان يبقى في قانون بحيث ان اللي يبقى في المحاكم يبقى مقبول من الكنائس، عشان كان بيحصل ان كانت المحاكم تحكم بحكم، وشخص مثلا ياخد حكم بالطلاق والكنيسة بتتشعر انه ملوش حق فمتدوش تصريح زواج. فيحصل الشخص عايز يتجوز الكنيسة مش عايز تجوزه، زي المشكلة اللي حصلت في سنة 2010 لما المحكمة طلعت قرار انه تفرض على الكنيسة انها تجوز شخص معين، والكنيسة رفضت وطلع بيان من المجمع المقدس في ذلك الوقت. تمام. ممكن نتكلم عنه. فالمشروع القانون ده يسعى الى ان يحل المشكلة دي. هل هيقدر يحلها او مش هيقدر يحلها؟ هل القانون ده هيتم او مش هيتم؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ لكن زي ما بقول، بيراعي الجانب الكنسي، لكن ايضا بيراعي النواحي القانونية، بيراعي ما يتعلق بالدستور. وده موضوع يعني انا يعني مش متخصص فيه، لانه يعني في اباء افضل مني، زي نيافة الانبا بولا، زي نيافة الانبا دانيال، او الاباء اللي هم ماسكين مجالس اكليركية في مصر، لانه بيتعاملوا مع المحاكم. احنا بالنسبة لنا هنا، سواء في موقعي في لوس انجلوس مجلس اكليركي لنا 20 سنة فيه، او بالمسؤولية الجديدة، احنا القانون ده كقانون ما يعني ده ينطبق في مصر كقانون، لان هنا الدولة مختلفة. القانون الامريكي بيفصل ما بين الكنيسة وبين الدولة، وفي قانون واحد للزواج والطلاق بينطبق على اي واحد هنا في امريكا، ايا كان دينه، او اي سواء عنده دين او لا يؤمن بدين، يعني في بينطبق على الكل، يعني ما فيش حاجة مثلا للمسيحيين وحاجة لغير المسيحيين الى اخره يعني. تمام. فده وضع يعني، عشان كده يعني فيها تفاصيل كثيرة يعني بتحتاج لحد متخصص فيه. لكن الجزء المهم بقى هو الوضع الكنسي بقى، انه في ناس، بعض الناس بتاخد بعض الاقتراحات اللي مقدمة في هذا، وبتعتبرها ان دي حاجة هتطبق في المجالس الاكليركية في الكنيسة. ايوه. فدي اللي حصل، انه هذا القانون لانه لسه في مرحلة الدراسة والبحث، وكلام رايح وكلام جاي، فما تعرضش على المجمع المقدس. ان هيعرضوا على المجمع المقدس لما نوصل في صورة يعني، كنايس قدمت اقتراحات، حتى بيقولوا ما كانش في وقت كافي ان حتى الكنايس تتفق، واتعرضت لانه طلبوا منهم مدة يقدموا فيه، وبعد كده ابتدت تطلع اصوات تقول لا احنا ما اتفقناش لسه ككنايس. فالاسئلة دي بقى يجاوب عليها اللي اشتركوا في الاعداد. لكن الوضع الحالي يعني الوضع الحالي ان هذا المشروع لم يقر بعد، لسه في اخذ وعطى، وفي حاجات بتتحط وحاجات بتتشال. ويعني اخر طبعا سيادة الرئيس السيسي مهتم بهذا الامر، وسمعنا ان في لجنة شكلت برئيس الوزراء مع وزير العدالة الانتقالية ووزير العدل، لانه وزير العدل كان زار قداسة البابا واتكلم في هذا الموضوع. ولسه هيعملوا حوار مجتمعي فعلا، يعني كلام بيتقال يعني. ايه اللي هيحصل بالظبط في هذا الامر لسه. لكن في اجتماعنا مع قداسة البابا، انه علشان خاطر في نوع من التشويش عند اذهان الناس، يعني ناس كتيرة بتيجي تقول لا ده تقرر كده بالظبط، نقول لهم لا اتقرر ازاي؟ في فرق بين اللي بتسمعوه، وفي فرق لما حاجة تتقرر كنسيا يبقى لازم تخش عن طريق المجمع المقدس. لأن المجمع يعني القانون ده فعلا هيعرض على المجمع المقدس؟ لا، لما تيجي للصورة النهائية بتاعته. لكن احنا يعني في اجتماعنا ده قداسة البابا تكرم مشكورا بأنه هو يدعو لجنة التعليم والتشريع، اللجنة المجمعية. احنا كنا اقترحنا ان اللجنة متخصصة تناقش الامور دي في هدوء،
بحيث ان احنا نطلع برأي كنسي. فسيدنا قال لجنة التعليم والتشريع، لجنة التعليم والتشريع هيدعوها قداسة البابا للاجتماع وتعرض عليه الافكار عشان تدرسها من ناحية الكنسية، بحيث ان تبقى اي فكرة طالعة اول حاجة مدعمة طبعا بعد ما تدرس هتعرض على المجمع. ده الوضع الكنسي. في نفس الوقت في لجنة قانونية ايضا بتدرس الامور من الناحية القانونية، بحيث ان في الخط ماشي، في لسه بخصوص هذا مشروع القانون في جانب كنسي في جانب قانوني، والجانب الثاني بقى اللي هو المهم ده اللي هو الناحية الكنسية. الناحية الكنسية دي لو في اي اقتراحات طالعة، افكار بتطلع زي ما بنسمعه اليومين دول، يعني بيجي حد يقول خلاص ده دلوقتي مفروض اي حد يهجر واحد 3 سنين اخد تصريح، نقول يا جماعة مفيش حاجة زي كده. اصل هي الفكرة ان في كل شوية الجرايد بتنشر حاجة اسمها مسودة القانون الاحوال الشخصية، المسودات دي بقى لكل يوم. معلش ما في فعلا يعني في مسودة موجودة موجودة وفيها كلام، يعني فيها حاجات، بس دي لم تقر كنسيا ولم تقر قانونيا، يعني ما نزلش قانون. لو واحد راح المحكمة قال لك ده مش قانون عندنا، لان ما طلعش بيها قرار جمهوري لسه في. ومن ناحية الكنسية بنقول برضو ده ما دخلش المجمع او المجمع اقره، فهو دي ما فيه هو اقتراحات قد تصل الى درجة القانون او قد لا تصل. من ناحية الكنسية احنا طبعا في تفاصيل كتيرة مش هنناقشها في المجمع لان دي حاجات قانونية، لكن احنا يهمنا ايه هي الاسباب اللي هي بناخد بيها حكم فيما يتعلق بالطلاق او بطلان الزواج. طيب هي كل الكلام سيدنا اللي بيتقال الناس شعرت منه ان يعني الموضوع اتغير عن زمان، وان بقى في تسهيلات كتير للطلاق، وبقى الطلاق هيبقى اسهل عشان في اسباب كتير. ده في اقتراحات في اقتراحات، يعني كل واحد بيقول رايه، هو انسان مخلص للكنيسه. بس في ناس بتبص لها من ناحيه رعويه ومشاكل الناس وتعتقد ان دي طريقة للحل، وناس بتبصها من ناحية تانية. عشان كده احنا لازم نوازن ما بين يعني ما ذكر الكتاب المقدس وما فهم الاباء من هذه الايات المذكورة في الكتاب المقدس وما قوانين كنسية طلعت، وايضا البعد الرعوي لازم كله يتحط مع بعض، ان احنا كنيسة البعد الرعوي فيها مهم، واحنا مش مجرد بنحكم بس، احنا يعني في ابوة، وهدفنا الاساسي مش نقول فلان غلطان وفلانة مش غلطانة أو العكس، هنقول نسعى لخلاص النفس، نحضر كل إنسان كاملا في المسيح. فعشان كده المجلس الكليكي هو من اختصاص العمل الرعوي للأسقف في أبوشيته، عشان كده في مجلس الأبوشية، لأن ده جزء من الخدمة لأجل خلاص النفوس. وإحنا فهنا النقطة الكنسية دي نقطة مهمة قوي بالنسبة لنا. عشان كده مثلا أنا القانون مثلا في المجمع سنة 79، بس سنة 79 ده كان قانون ايه؟ لا قرار مجمعي. مثلا لما كان بيناقش اللي هو القانون الموحد، لما تنيح البابا شنودة جمع رؤساء الكنائس واجتمعوا وقدموا، فاتعرض في المجمع بيقول ايه في جلسة 21/2 سنة 1979 اهم المبادئ التي تضمنتها مواد المشروع الموحد للأحوال الشخصية، يعني اهم المواد الحاجة اللي هي الكنسية، الذي اقاره المجمع المقدس بعد مناقشته وتعديله. يعني المجمع ناقش وعمل تعديل فيه يوم الاربعاء 21/2 سنة 1979. ايه النقط الاساسية بقى؟ اول نقطة عدم الطلاق الا لعلة الزنا او تغيير الدين، ولا زواج للمطلقين لخطأهم، عدم الطلاق بالإرادة المنفردة، الالتزام بشريعة العقد في حالة أي خلاف بين الزوجين، تحديد القرابات المحرمة في الزواج، تحديد الحالات التي يحكم فيها ببطلان الزواج وفيها ينحل الزواج. وبعدين بقى بعمومه كما شمل المشروع أيضا أحكام الخطبة وكان الزواج وحاجات كده، يعني الـ 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 النقط المختلفة دي. كمان أصدر المجمع المقدس قرار في مسائل الأحوال الشخصية، لا يجوز عقد الزواج إلا بين أرثوذكسي وأرثوذكسية متحدين في إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فدي نقط يعني أساسية وجوهرية
طلع بيها قرار مجمعي سنة 79 واحنا ملتزمين بيها، لان ما فيش قرار مجمعي طلع بيقول حاجة تاني غير كده. لما المجمع المقدس يجتمع ولو قرر حاجة تاني، طبعا هيقرر بعد مناقشات، فهيتتاح لكل واحد فرصة انه يناقش من اعضاء المجمع. عشان كده يعني احنا بنشكر قداسة البابا على الخطوة اللي هو دعوة لجنة التعليم والتشريع، لان دي اللجنة المتخصصة، اللجنة المجمع المتخصصة، هتناقش كل هذه الاقتراحات وتدرسها دراسة جيدة، واي حد من اعضاء المجمع له رأي يبعته اليوم. طبعا هم هيعلنوا كده، يعني انا مش بعلن نيابة عنهم، انا مش عضو في اللجنة دي، يعني انا بس بقول ده اللي تقرر في لقائنا مع قداسة البابا في يوم الأحد الماضي. وبعد كده اللي هيوصلوا ليه لو في حاجة تانية هتغير الكلام ده، لو يعني هتعرض عن مجمع المقدس، فهتتاح لكل الآباء المجمع ان هم يشتركوا في المناقشة، ولما يطلع قرار من المجمع كلنا هنلتزم به في المجالس بتاعتنا، يعني المجالس الإكليكية. لكن بعيد تاني، لا، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير فيما هو متبع في المجالس الإكليريكية. نفس القرارات اللي هي المبادئ دي، هي لا زالت هي المبادئ الملزمة لنا اللي احنا ملتزمين بها في عملنا في المجالس الإكليريكية، سواء المجلس الإكليريكي البوكشية أو المجلس الإقليمي. طب ما يعني لما بيتقال ان احنا بدأنا العمل بالمجالس الجديدة، ده المقصود بيها بس اللي هي التقسيمات الجديدة ولا دي بقى النقطة الثالثة بقى؟ النقطة الثالثة، هو في خلط ما بين دي وبين حاجة اسمها لائحة المجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية. دي لائحة وضعت بخصوص تنظيم عمل المجالس الإكليريكية. قداسة البابا في اجتماع المجمع المقدس في شهر نوفمبر الماضي قدم للمجمع تصور جديد لعمل المجلس الإكليريكي العام، اللي هو التقسيم لست مجالس، وان وكل مجلس مين الاب الاسقف اللي مسؤول عنه، وقال ادى فتره ما بين اجتماع نوفمبر وبين اجتماع اللي هو اللي فات ده في مايو تكون فتره انتقاليه يتم فيها تكييف تشكيل المجالس، والمجلس العام يبتدي يخلص الحالات اللي موجوده عنده اللي يقدر يخلصها، واللي ما يقدرش هتنتقل بقى للمجلس المختص. النظام الجديد ده استبدال المجلس العام بست مجالس احتاج الى لائحه تحدد عمل المجالس دي، وايضا ايه اختصاص مجلس الاباكشيه وايه اختصاصات المجلس الاقليمي، والواحد يروح لانهي مجلس فيهم. يعني تنظيم داخلي، تنظيم داخلي اداري، يعني كنسي، يعني انا بسميه تنظيم كنسي. انه بتحدد، لانه حسب نظام الكنيسه ان في مجلس اكليريكي للاباكشيه، مجلس اكليريكي للاباكشيه هو مختص بالحالات اللي يكون الطرفين فيها مقيمين في الاباكشيه. كان قبل كده انه لو طرف بره الاباكشيه او في اباكشيه اخرى او في منطقه تابعه لقداسه البابا مباشره بيروح للمجلس العام. دلوقتي في ست مجالس، يروح لاني واحد فيهم؟ فابتدى يجاوب على أسئلة دي، انه اول حاجة المجلس الإكليريكي حتى احنا يعني في الجلسة دي عملنا بعض التعديلات للائحة دي، يعني لسه هتطلع يعني بعض المسميات، يعني مثلا مجلس إكليريكي للإباكشية بدل كان اسمه مجلس الأسرة، قلنا مجلس إكليريكي للإباكشية عشان يبقى واضح يعني. اختصاصاته زي ما موجوده هنا في اللائحه، ان هو بالنسبه للحالات اللي هما في داخل الاباكشيه بيدرس الحاله وبيطلع بيها قرار. لو كان الطرف بره الاباكشيه ممكن يتعاون مع المجلس الإكليريكي الاقليمي في دراسه الطرف اللي موجود جوه الاباكشيه، لكن ما ياخدش فيها قرار. يعني ياخد قرار بس في حاله لو كانوا الطرفين موجودين في الاباكشيه. المجلس الاقليمي مسؤول عن نمره واحد الحالات اللي هما الطرفين بيكونوا في منطقة خارج الإباكشيات، يعني هناخد مثلا أمريكا مثلا، حد مثلا مقيم في نيوجيرسي، مقيم في شيكاغو، فدول كلهم مناطق خارج الإباكشيات. فالمجلس الإكليريكي الإقليمي
لأن هو مجلس قداسة البابا مسؤول عنها. وبعدين لو طرف في إباقشية والطرف الثاني يا إما في منطقة تابعة لقداسة البابا أو في إباقشية أخرى فيبقى في منطقة الأمريكتين يبقى تبعه. أو لو واحد المجلس الإكليكي للإباقشية طلع قرار وهو عايز يعمل استئناف فيروح للمجلس الإقليمي زي تظلم كده يعني مثلا فيستأنف القرار. فدول الثلاث وظائف الأساسية. طيب لو حصل مثلا انه في طرف في يعني مثلا اتنين اتجوزوا وبعدين جم امريكا وبعدين لا قدر الله حصل خلاف بينهم يروحوا فين؟ نعم يروحوا فين؟ طرف فيهم رجع مصر فواحد في مصر واحد في امريكا، انهي مجلس اكليريكي اقليمي اللي ياخد القرار؟ فاللائحه قالت في المكان اللي تم فيه الزواج. فلو كانوا اتجوزوا في مصر يبقى المجلس الإقليمي بتاع القاهرة، يعني لو كانوا في القاهرة هو اللي ياخد القرار. لكن ممكن طبعا هيجي أمريكا إزاي، فمجلس أمريكا بيدرس له بياخد أقوال الحالة ويقعد معاها ويعمل ملف ويروح بعته لمصر. مصر تدرس وتنده الطرف الثاني، و لو عايز أسئلة تانية وهكذا. يبقى المجلسين يتعاونوا، لكن مين اللي ياخد القرار؟ بتاع المكان اللي تم فيه الزواج. يبقى مصر. طب افرض مثلا اتنين اتجوزوا في اسكندرية وبعد كده جم أمريكا وبعد كده واحد رجع راح القاهرة فالزواج تم في اسكندرية وطرف فيهم في أمريكا وطرف فيهم في القاهرة، طب انهي مجلس من الثلاثه؟ فاللائحه قالت ان المجلس اللي مقيم فيه الطرف المشكو فيه، يعني مثلا الراجل في امريكا مراته رجعت مثلا القاهره بس هم اتجوزوا في اسكندريه، فهو قدم شكوى مقدم طلب بيشكي زوجته، فيبقى المشكو في حقه مقيم فين؟ في القاهره. في القاهره يبقى مجلس القاهره. يعني عايز اقول ان اللائحه دي حطت تنظيمات لهذا العمل تجاوب على هذه الاسئله، لانه الناس بعد كده ابتدت طب انا تبع انهي مجلس؟ اروح فين؟ فعشان خاطر نتفادى هذا الامر، عشان كده مهم قوي اللائحه دي انه الناس تبقى عارفه هتقدم فين. بالنسبه لمجلسنا سوري سيدنا بس لو اتنين مثلا اتجوزوا في مصر او اسكندريه وجم امريكا خلاص بقوا تبع امريكا بدل ما هم الاتنين موجودين في امريكا. طبعا. مش تبع المكان اللي هو فيه. حكايه اللي اتجوزوا فين دي لما يبقى واحد فيهم في حته والتاني في حته يبقى انهي مجلس فيهم؟ لكن لو هم الاتنين يعني افرض واحده اتجوزوا بس هي مثلا سابته او هو سابها مثلا هم كانوا في نيوجيرسي راح شيكاغو مثلا فلا زال تبع الدايره بتاعت امريكا او راح البرازيل مثلا فلا زال تبع لان احنا الدايره اسمها الامريكتين لكن لو راح استراليا يبقى دخلنا في دايره ثانيه وهكذا يعني ده او راح اوروبا مثلا فيبقى اسما دخل في نطاق دائره اخرى. زمان الموضوع ده ما كانش موجود لان كان كله تبع المجلس الاكليريكي العام، فايا كان هو مجلس واحد طبعا النظام ده في الحقيقه انا بعتبر انه ده انجاز كبير، يعني المجهود الضخم اللي نيافه الانبابوله كان دايما بيبذله في المده الطويله، لكن مع اتساع الكنيسه اصبح يعني عمليه يعني صعبه، واصبح يعني مهما بذل من مجهود برضه يعني صعب، كانت الناس ممكن تستنى فترات يعني. المجالس دي لما يعني تمشي ان شاء الله هتسهل كتير بالنسبه لبعض اللي كانوا بيعانوه من بعض الناس من ناحيه انه انا الحاله بتاعتي متاخره انا مش عارف حصل فيها ايه، بالذات ان احنا دلوقتي مثلا في مجلس امريكا عملنا السكرتاريه في نيوجيرسي ابونا يعقوب مسؤول عن هناك، ودلوقتي بنجهز ويب سايت قربت تخلص وهتنزل تحط تعليمات بالظبط لما انت تقدم طلب في استمارة تملاها نزلها من على الانترنت تملاها تبعتها لما تبعتها هيحصل ايه؟ بنقول له خطوة خطوة ايه اللي هيحصل اول ما هيوصل لنا المجلس هيعين حد
من الأعضاء أو من الكهنة المساعدين لينا إنه هيدرس معاك، هيتصل بيك واتصل بالطرف الثاني حقق في الموضوع، وبعدين ممكن تستدعى للمجلس. يعني في الاجتماع اللي فات استدعينا بعض الأفراد كمجلس الخمسة، سمعنا ليهم. بعد كده المتابعة لما توصل للنتيجة للقرار السكرتارية هتبلغك، بلغك بيه، فمش محتاج ان انت تقعد شوية تسأل، لان في ناس بتفتكر انه مجرد ما بعت الطلب والمجلس اجتمع يبقى القرار هيطلع، لسه هيكلف حد بدراسته. ففي مرحلة هتمشي فيها الإجراءات هتبقى مكتوبة بالنسبة له، فما يبقى مش محتاج حتى ان هو يدور يسأل مين وتتصل بمين. يعني مين تتصل؟ حلو قوي. ليه؟ لانه في ناس مثلا بتفتكر ان انا عشان مسؤول عم يتصل بي، طب انا معيش الملفات، ملفات هناك. ولما يكون في قرار، قرار بيتخذ كمجلس مش كفرد. يعني احنا مثلا بنقعد بعد بنتداول، وبعد كده ما بنقول بنسأل كل واحد بيقول رأيه، وفي الاخر بيبقى في قرار يعني جماعي اسمه قرار المجلس مش قرار الفرد، زي ما احنا ماشيين كده في لوس انجلوس هنا. يعني ده نفس السيستم اللي انا ماشي بيه هنا هو اللي يعني ماشي بيه بالنسبه للمجلس. كمان عشان نسهل على الناس، دلوقتي احنا بنجتمع تقريبا كل شهر، وبعدين هننتقل برضو للاجتماعات. ان احنا مثلا المره اللي جايه هنجتمع في تورونتو في كندا، عشان برضو نسهل على الناس بدل ما كل الناس هتجينا على نيوجيرسي. فممكن حالات نركز مثلا على الحالات اللي موجودة في كندا، يبقى سهل ان احنا نقابل الناس هناك، وايضا نقعد مع الاباء الكهنة، لان المجلس خمسة لكن معانا مجموعات من الاباء الكهنة بيساعدونا في كل منطقة. احنا برضو ابتدينا ان مثلا في اجتماعنا اللي فات ده في نيوجيرسي، الاباء جم حضروا معانا اللي هم الكهنة المعاونين، وقدموا الحالات ودرسناها مع بعض، فاصبحوا بيشتركوا معانا في دراسة الحالة. فدي كلها خطوات بتطمن الناس ان قرار جماعي، في خطوات محددة بيمشي فيه. طبعا ما بنقولش انه ممكن تحصل اخطاء، برضو احنا مستعدين لو في اي خطأ حصل، حد لا ما سألناهوش ما واجهناهوش، يعني برضو هنشوف. طبعا احنا قدامنا يعني حالات متراكمة، يعني حوالي مثلا 60-65 حالة اللي جت لنا من المجلس العام ما بتش فيها، او بعض منها بت فيها كتصريح لكن مستنية الطلاق المدني. ان في حالات يعني الطلاق المدني هنا في امريكا، هو هنا الطلاق المدني بياخد وقت برضو، يعني مادام مش معدناش في الفايل، يعني مثلا بياخد ساعات اجراءات، بيقعدوا ساعات المحكمة بتاخد وقت، يعني حسب الحالة. لما تكون في خلافات في الماليات ومش عارف ايه، هي دي نقطة جديدة سيدنا. يعني هو زمان كنا نسمع ان المجلس الكليريكي مش بيفتح ملف الا لما الشخص ياخد طلاق من المحكمة الاول مدني، دلوقتي بيجي المجلس قبل حتى ما ياخد طلاق، يعني او حتى مش مفروض يروح يقدم على طلاق مدني غير لما ياخد موافقة المجلس الاول عشان يبقى ضامن، يعني عشان مش بعد ما يتطلق مدني يجي للكنيسة تقوله لا يعني مش هقدر ان انا اطلقه. انا طبعا ما اعرفش المجلس كان ماشي ازاي، يعني دي حاجة. طب حاليا احنا حاليا في لوس انجلوس، وحاليا يعني اي ملف بيجي لنا بندرسه، عشان ساعات دراسة الملف بتاخد وقت، لكن ما بنطلعش التصريح لو ليه تصريح الا بعد ما يكون عندنا الطلاق المدني. لان لا يجوز ان انا ادي تصريح زواج لواحد وهو لازال مدنيا متجوز. يبقى يعني حسب القانون هنا الامريكي انه كانه يعني هيتجوز، يعني هو لسه مرتبط بزيجه مدنيه. لان الزيجه ليها جانب مدني وليها جانب كنسي. فلا يجوز ان انا اطلع تصريح لشخص ما حصلش على الطلاق المدني، لكن عشان اوفر له الوقت بيتناقش الحاله، فانا بناقش وبدرس الحاله وبستنى، لان ساعات الحاله بتطول، يعني الدراسه ساعات بتاخد وقت بالنسبه ليها. فعشان برضو نسهل على الناس ان بدل ما نستنى، طب استنى لما تخلص وبعدين لسه هنبتدي كمان بالزبط. ان احنا ندرس طبعا بنقول له يعني طبعا انت لما هتقدم لازم الطرف الثاني هيعرف، فتكون برضو جاهز انه يعني حالات تنسبتيج مكسك هيك دي طبعا بتكون مرت على يعني مراحل طويلة في المصالحات ومحل المشاكل، يعني لانه يعني بتبقى حاجة مؤلمة. يعني اي انسان مثلا بيوصل
للمجلس الإكليريكي. يعني ما نتمناش، يعني نتمنى في يوم من الأيام ان المجلس الاكليريكي ده يتقفل. طبعا اكيد يعني. طيب انا عندي سؤالين في الحته دي. نيافتك قلت الحالات مثلا اللي اتسلمتوها 60 حاله، في مشكله حوالي يعني تقريبا في مشكله في الاعداد عاده؟ يعني هي مشكله في الاعداد في كل حاجه، يعني في اي احصائيات بالذات في مصر، مش في كنيسه، حتى في اي حاجه بره الكنيسه. بس كل جريده وكل تصريحات بتبقى بأرقام مختلفة. بس أكتر ما بيتعب أي حد بيقرأ لما بتبقى بعض الجرايد كاتبة أو المواقع كاتبة إن عدد الحالات اللي في المحاكم 100,000 أو 200,000 كمان، فمعناها إن طرفين، يعني 400,000 واحد مسيحي بيعانوا علشان مشكلة الأحوال الشخصية. حقيقة الأرقام دي إيه؟ يعني حتى لو مش بالظبط تقريبا. طبعا يعني إكزاجريتد. ما هو الأنبا دانيال قال لهم كام حالة خدناها من المجلس العام، يعني أكبر مجلس هو القاهرة. يعني أكبر. قال 207 بس. طيب يعني ما هو إلا لو ناس بتروح المحكمة بجيش الكنيسة. يعني احنا ما عندناش أعداد المحاكم يعني، أو يعني لكن ممكن تطلب. لكن أنا أعتقد إنه زي ما قلتي إنه احنا دايما عندنا مشكلة في الأرقام. يعني أي حد يضغط رقم خلاص. يعني 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 هي المشكلة فيها نوع من التضخيم، يعني التضخيم الإعلامي. والواحد عنده مشكلة مثلا، يعني أصل الموضوع موضوع حساس. ليه؟ طبعا الأسرة يعني هي الخليط، الكنيسة الأولى وخليط المجتمع، فليها يعني الموضوع نفسه مهم. في نفس الوقت أي إنسان يعني دخل في مشكلة عائلية طبعا بتأثر عليه، بتبقى نفسيته تعبانة. وعشان كده احنا برضو لازم يعني نتعامل مع الناس بالرفق وبالهدوء وبطولة البال، لانك انت بتتعامل مع واحد داخل في مشكلة تعبان. يعني اي حاجة تانية يعمل، عنده مشكلة في شغله، عنده مشكلة في صحته حتى، ارحم طبعا من مشكلة في زواجه. فالناس بتبقى تعبانة. وطبعا لو اتأخرت شوية بيحتج ويبقى زعلان. وطبعا اللي في مشكلة ده بيحس ان مشكلته دي هي مشكلة عامة. عشان كده بس تلاقي واحد يطلع له بيان يكون هو نفسه عنده مشكلة، عمل مثلا حركة اسمها حركة فلان، واكتب وهات واسمه باسمه عشان كده احنا يعني محتاجين نخش للمشاكل واحدة واحدة، يعني حالة حالة، ويعني التعامل معاها بحيث انه يعني الناس تقدر انها تحس ان الكنيسة واخدة باله من الحالة بتاعته، تدرسها كويس، بدرسها، بياخد فرصة ان هو رأيه يسمع، ما عندوش اي شكوك في اي حاجة بالنسبة للكنيسة. لكن زي ما بقول المشاكل العائلية دي ما فيهاش حد كسبان، يعني في الاخر الكل خاسر. يعني لو الأسرة انتهت انها تفككت، حتى اللي خد تصريحه ما فاش بحاجة. يعني انا بشبهها زي واحد عنده مثلا التهاب في رجله أو في إيده، البتر ده الحل الأخير. وحتى البتر ده خسارة، في خسارة طبعا. له ألامه بعد كده. وكل ما بيتقدم الطب كل ما احتمالية البتر بتقل. عشان كده احنا المشكلة الأسرية مش ان انا ازود البتر او اسهله، ان انا ازود جهدي الرعوي اللي ما خلينيش اوصل ليوم من الايام ان انا بعمل قرار للبتر. عشان كده يعني نلاحظ ان السيد المسيح مثلا في متى 19 لما سالوه، هو السؤال اللي وجه للسيد المسيح في متى 19 كان عن الطلاق، يقول له فجاء اليه الفريسيون ليجربوه، قال هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ المسيح لما له المجد لما جاوب ما جاوبش على السؤال ده الاول، جاوب ايه هو الزواج. يعني قبل ما يكلمهم على الطلاق كلمهم عن الزواج، ان ايه خطه ربنا في الزواج، انه خلقهما ذكر وانثى، وانه من اجل هذا يترك رجل اباه وامه يلتصق بامراته ويكون الاثنان جسد واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفارقه انسان. تلاحظي ان الكنيسة في الاكليل اختارت الانجيل ده، وقفت عند هنا ما كملتش الجزء الباقي. يعني في الانجيل لما بيتقري
في الإكليل من متى 19 اكتفت بكلام المسيح على ما هو الزواج. وبعدين المرد هو الذين ألفهم الروح القدس كقصارة مسبحين الله كل حين. ده المرد بتاع الإنجيل في الإكليل. يعني ربنا جمحكم ففرض أن أنتوا قصارة يعني متنوعين بس تطلعوا نغم جميل إيه تسبحوا الرب كل حين. يعني ده الأساس. الجزء بقى التاني ده بتاع الطلاق. أنا أسفة سيدنا هو في تليفون من مصر ومش معاهم رصيد فمحتاجين. ألو ألو. أيوه أهلا وسهلا. أيوه مساء الخير يا ميري. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك سيدنا. أهلا. أنا مش هرعي مش هعطل وقتكم. لا بس ثلاث دقايق بالظبط. اتفضل. أولا في يعني ناس كتير بيطلعوا على الجرايد عندنا في مصر بالذات في الوطن ومش عارفه ايه ويطلعوا يقولوا تصريحات بتبلبل الناس جامد يا سيدنا وحاجات كده يعني غير موضوع الطلاق. يعني يقول لك مش عارفه مصدر كنسي قال كذا وما اقولوش اسم المصدر. سيدنا البابا قال كذا وكذا وكذا كل ده سيدنا بيعمل بلبله للناس. يعني الوطن مثلا يطلع كلام يعني انا اضطريت ارد عليه في موقع اسمه ضد الاختراق البروستانتي ان مش عارفه الاساقفه بتوع مصر في منهم مجموعه عايزه تشيل البطرق. حاجات صعبه جدا يا سيدنا. يعني المفروض ان يعني مش عارفه الكنيسه المفروض تعمل ايه علشان توقف البلبله دي. وانا حاسه ان ورا الموضوع ده ناس قصدت تعمل انقسام في الكنيسة إن كان من بره ولا من هنا زي برضو ما عملوا عندكم عم بيوسف والقصة اللي عملوا عليها والليلة كبيرة قوي وقصة غريبة. من فضلك يا سيدنا الموضوع ده مش يعني أنا مش عارفة إزاي يتحل. هل المفروض إن كل يوم يبقى في حد يتكلم في المواضيع او يراهب المواقع دي او الجرايد دي ويرد عليها؟ انا مش عارف بصراحه. انا رديت في بتاعه ضد الاختراق البروتستانتي قلت الكلام ده كذب ودي هجمه على الكنيسه عشان خاطر يعملوا تفريعه. دي من ايام سيدنا البابا شنوده ايام ما قعدوا يقولوا ماكسيم شيل ومش عارفه ايه وكلام كذب. يعني انا رديت على قد ما قدرت بس ارجوك يا ابو سيدنا شوفوا حل في الموضوع ده. وانا اسفه مش عايزه اعطلكم اكتر من كده. لا اوكي ميرسي خالص لحضرتك كتر خير. فعلا هي في بعض الجرايد شغالين يعني هم مش هم اللي بيكتبوا مقالات هم بينشروا الناس والناس دي باسماء حركات قبطيه. يعني المفروض ان هم مسميين نفسهم ان هم حركه كذا القبطيه حركه كذا. هو طبعا يعني من ضمن التشويش اللي موجود انه الناس بتخش دخل الموضوعات في بعضها. يعني مثلا تخش في موضوع زي ده اللي عايز يهاجم مثلا المتناحى البابا شنوده يقعد يقول وكلام طلاق العله الا العله الزنا ده مش موجود في الانجيل وده اختراع من البابا شنوده والكلام اللي زي ده. والتاني اللي عايز يهاجم البابا تواضوس يقول حاجه ثانيه. وبعدين واحد يبني عليها قصه ان في مؤامره. لحد دلوقتي ما قالوناش ايه المؤامره ومين اللي بيعمل المؤامره. يعني اللي بيقول مثلا في مؤامره طب ما تقول لنا مين اللي بيعمل المؤامره دي؟ مين الاسقفه اللي بتعمل المؤامره دي؟ ف يعني ده كلام يعني مفروض شعبنا يعني برضه يبقى عنده وعي انه ما يجريش ورا الحاجات اللي زي كده. لانه في نفس الوقت احنا يعني طلبنا من قداسة البابا انه التصريحات الكنسيه تتوقف دلوقتي وتبقى الحوار الكنسي يبقى من خلال اللجنه اللي هي اللجنه الخاصه بالاحوال الشخصيه دي الناحيه الكنسيه يبقى من خلالها. يعني مش معقول انا مثلا هقول تصريح ويجي اسقف تاني يقول تصريح تاني ونختلف مع بعض. طبعا مفيش مشكله ان احنا ممكن يكون لنا اراء متعدده وفي اختلاف في الراي بس مجالها فين؟ مش مجالها على الصحف، مجالها جوه القنوات الشرعية اللي جوه الكنيسة زي لجان المجمع المقدس اللي احنا بنجتمع كأباء أساقفة. أنا بقول رأيي والأب بيقول رأيه أو بنتقابل مع بعض وبنتفهم في هذه الأمور. لكن احنا مش مثلا فلان هيقول والتاني يطلع يرد عليه يقول
او مثلا لا طب انتوا ساكتين يعني موافقين. فهنا دي عشان كده انا بعتبر ان دي خطوه ايجابيه مهمه في هذا الموضوع اللي هي حيوي بخصوص الناحيه الكنسيه في موضوع الاحوال الشخصيه. اما بقى الحاجات التحابيش اللي الناس بتحطها دي ان في مؤامره وفي تمرد وفي اذى فمش عارف عايزين يعملوا ايه دي، طبعا الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه. مش معنى كده ان واحد اسقف بيقول راي مخالف انه ده معناه ان في مؤامره عايز يعزل البابا يعني. لا لا يعني ما يعني احنا طب ما احنا بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنتناقش وسيدنا مثلا صدره واسع وبنسمع وبيستمع لينا. فانا مثلا ليا راي، انا رحت مصر قعدت مع سيدنا اتكلمت في هذه الامور، قعدت مع نيافه الانبداني واتكلمنا مع بعض. ده مش معناها انه في اي شيء، بالعكس كل احترام وكل محبه وكل تقدير وكل خضوع، لكن احنا بنتكلم على موضوعات بتمس الناحية الكنسية بنتناقش فيها من خلال القنوات الكنسية السليمة. اما اللي بيطلع في الصحف ده احنا يعني مش هنقدر نعمل له كنترول. النهاردة مش بس الصحف، ده النهاردة عندك الصحف وعندك الانترنت وعندك الفيسبوك وعندك يعني كل واحد بيكتب وكل واحد بيطلع بيانات، بس احنا لازم نعرف ازاي نتعامل مع دي. الحاجات الاساسية بنغض عليها، يعني زي كده مثلا احنا ناس بتقول يا ترى انتوا غيرتوا، بنقول لهم لا ما غيرناش. الدليل ايه؟ في قرار مجمعي، مفيش قرار مجمعي جديد. احنا مش بنناقش دلوقتي الاقتراحات المقدمه، يعني انا مثلا ما بناقش الهجر ولا بناقش الضرب، بناقش المواضيع دي هنا هناقشها في المجمع واقول رايي هناك، مش هقوله هنا. انا هقول رايي هناك ايه واسمع الراي التاني، واحنا زي ما بقول في قواعد بالنسبه لنا، في اللي بيحكمنا الكتاب المقدس كما فهموا اباء الكنيسه وعشتوا الكنيسه في عصر احنا كنيسه ليها 2000 سنه مش لسه كنيسه جديده. وفي قرارات طالعه وفي ممارسات موجوده للكنيسه عبر التاريخ بتاعها، مش بتكلم على حقبه معينه ولا فتره معينه من الزمن. تاني حاجه انه اي تغيير لازم يبقى مؤسس، يعني مش انا طلعت في مخي فكره، يبقى مؤسس. يعني انا بحس ايه زي ايه، زي الفيل ضخم بس حركته محسوبه. لو الفيل جري يكسر الدنيا. فلما تيجي تحرك فيل غير لما تحرك عصفوره، غير ما تحرك حتى حصان. فالكنيسه القبطيه دي زي الفيل، حاجه كده قديمه ليها جذور ولها تقاليد. عشان يبقى في اي تغيير لازم يكون محسوب، والا بيعمل ودود فعل. لكن زي ما بقول الحركه اتجاهها ايه محسوبه ازاي، فالناس تبقى كلها متنبهه لما الفيل يتحرك، لكن محدش هيتنبه لحركه عصفور. طبعا يعني هي اللي بيحصل، ان اللي بيحصل سيدنا لما الناس بتظن، يعني مثلا لما يتقال ان ابتدى العمل باللائحه الجديده، زي ما نيافتك شرحت ان في فرق بين اللائحه اللي هي التنظيم الداخلي وفي فرق بين قانون الاحوال الشخصيه. اللي بيفهم ان القانون ده هو اللي ابتدى العمل بيه حاليا يعني، فيجي حد تاني مثلا يقول لا القانون مش معمول بيه ولسه ما اتعملش بيه. على طول طبعا المتضررين واللي عايزين ان القانون ده يشتغل يقوموا كاتبين فلان بيقول كذا، يبقى فلان ضد البابا، دي مجموعه بتعزل البابا. او مجموعه تانية لو ابتدت تدافع زي ما نيافتك قلت، البعض اللي قال لا طلاق الى العيلة الزانية دي مش موجوده في الكتاب المقدس والبابا شنوده مخترعها والكلام، لو حد جاي يرد ويشرح ويجيب اقوال اباء ويجيب كتب وهكذا، يصوروا الصفحات دي والناس اللي كتبت الحاجات دي وينشروها، اهي الناس دي بتهاجم البابا وضد البابا، ومين بيحركهم الاساقفه علشان يعزلوا الباب. يعني قصص مؤامرات. طيب كده غريبه احنا يعني. ايه عشان كده احنا بنحاول نفك الحاجات من بعضها. يعني مثلا القانون، مشروع القانون حاجه وفي قنوات ماشيه فيه وفي يعني ناس اباء وخبراء قانونيين ماشيين في الموضوع ده وهياخد مساره ما نعرفش هينتهي لايه، لكن في الاخر اللي هتطلع القانون ده الدوله مش احنا. ولازم هيقعد على مجلس الشعب في قرار جمهور يطلع بيه. يعني الصوره النهائيه لهذا القانون لن اللي هيحكم فيه مش احنا، مش الكنيسه، الكنيسه بتقدم اقتراحات. انما احنا نملك ايه؟ نملك الناحيه الكنسيه بقى دي بتاعتنا احنا دي بقى، لان احنا كمجمع لنا ان نصدر
ما يتفق مع إيماننا، بغض النظر ما سوف تنتهي به هي هذا القانون، يعني أيا كانت نهاية هذا القانون زي ما كان موجود قبل كده، كان في قانون ماشي شكل والكنيسة لها قوانينها، ولما حاولت المحكمة تتدخل وتجبر كان في قرار واضح من المجمع المقدس بخصوص هذا الأمر. كمان زي ما قلت احنا الكنيسة النهاردة مش بس في مصر، فالقانون ده فيه حاجات كتيرة متعلقة بالوضع في مصر، الدستور المصري، قوانين المصري، هذا الوضع غير موجود عندنا في أمريكا. فأنا إيه اللي هيلزمني بحاجة هي مش موجودة عندي؟ يعني بالزبط. أنا بلتزم بالقانون بتاع هنا، لكن الجزء الكنسي وده بعيدها تاني هو ملزم لكل الكنيسة، يعني مداش أنا أمشي بنظام كنسي هنا غير اللي بتمشي بيه مصر، يعني أنا كلنا كنيسة واحدة من ناحية الكنسية. إنما من ناحية القانون طبعا يعني زي ما احنا بنسجل الكنائس هنا حسب القانون الأمريكي، له قواعده تختلف عن القانون الأوروبي، في أي دولة أوروبية تختلف عن كندا، تختلف يعني عن مصر. لكن أنا بس عايز أقول برضو إن الآية، يعني النقطة اللي احنا كنا بنقول إن زي الكنيسة في طقس الإكليل وقفت عندها وإدت مغض تؤكد على الزواج، عشان كده احنا بدل ما نركز قوي على الطلاق، يعني مشغولين دلوقتي بالطلاق، طب ما نشغل بالزواج، يعني ده الأهم، والوقاية خير من العلاج، لأنه زي ما بقول أيا كانت نتيجة الطلاق هي نتيجة فيها خسارة للكل، خسارة للكنيسة، خسارة للأسرة، خسارة للزوج والزوجة، وطبعا الأولاد دول هم الضحية الأكبر، فده شيء يعني نتفاداه. عشان كده السيد المسيح في مثل في إنجيل متى، متى 5 ومتى 19 اتكلم على إلا لعلة الزنا، إنما في مرقص حط القاعدة إن مفيش طلاق، ما جابش موضوع الزنا، وفي لقى نفس الكلام. ليه؟ لأن هي دي القاعدة الأساسية، القاعدة الأساسية مفيش طلاق، ده خطة ربنا إن ما جمعه الله لا يفارق إنسان. إنما لأجل الضعف، وده كمان فيه إشارة لتثنية 24:1 لما موضوع يعطيها كتاب طلاق لما وجدت فيها عيب، وبترجم بالإنجليزي uncleanness معناها إن في خطأ sexual immorality، يعني حاجة خاصة بالطهارة فيها. وهنا جت فكرة إن يعطيها كتاب طلاق. كان اليهود في وقت المسيح وقبليها ابتدوا إنه لا، اللي عايز يطلق مراته يعني يطلقها لأي سبب. فهنا المسيح عايز يرجع تاني إنه لا، حتى في العهد القديم كان لازم يكون سبب. حكاية إنك تطلق لكل سبب دي ما كانش موجودة في العهد القديم، وإنه بيعطيها كتاب طلاق علشان خاطر تقدر تتجوز. إنه لو ما فيش كتاب طلاق فهي لازالت مقتبطة، عشان كده لو كان معهاش كتاب طلاق لو اتجوزت حد هتبقى زانية. بالظبط. فهنا يعني في إشارة للي كان موجود في العهد القديم، في العهد القديم. كمان إنه إحنا بناخد كل الآيات، يعني بناخد الآيات اللي قالها السيد المسيح، وأيضا الآيات الموجودة مثلا في رسالة كورنثوس الأولى لما اتكلم على بالنسبة يعني لغير المؤمن إن هو لم يفارق فليس الأخ مستعبدا. فدي اللي خدنا منها إنه موضوع تغيير الدين. فدول هما النقطتين الأساسيين، وده القرار المجمعي طالع بالنقطتين دول. فلما يجي واحد يقول لا، العلة الزنا دي مش موجودة، طب وانت لما تقرأ الآية دي هتفهم منها ايه؟ يعني لما يقول وأقول لكم ان من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج مطلقة يزني. طب ما هي بيقول كده، لكن ده مش معناها انه السبب الوحيد، وإلا طب وتغيير الدين؟ يعني ما هو تغيير الدين موجود، ويعني احنا يعني ده موجود في حتى يعني ماشيين بيه في المجالس الإكليلية وهو سنة 79. لكن في الجو اللي كان موجود، يعني هو الناس بيقول طب ليه يعني العبارة دي بتتحط؟ لأن كان في جو موجود وقتها إنه بيتكلم على أسباب أخرى، الأسباب الأخرى اللي كانت موجودة. لكن أنا لو خدتها بالمفهوم المطلق إن بس علة الزنا، طب وتغيير الدين؟ يعني هو حتى تغيير الدين إذا الطرف الثاني طلب الطلاق،
يعني هو مش اجباري ان لو حد غير الدين ان يحصل، إن مش الكنيسه هتجيبهم تطلقهم لو الطرف التاني متضرر، يعني ان يحصل كده. هو في نقطتين، القديس بولس الرسول في كونسوس الاولى 7 اتكلم على الحالات اللي يكونوا 2 متجوزين غير مؤمنين، واحد فيهم دخل في الايمان. قال ان ممكن يقعدوا كده، لكن بالنسبه للجواز لما اتكلم على المراه ان جوزها يكون مات، قال انها ممكن تتزوج لكن في الرب. فاذا مبدا ان واحد يبدا جواز انه يتجوز حد غير مؤمن ده مرفوض كتابيا. طب لكن لو كان ناس قبل الايمان، يعني قبل متجوزين من قبل ما واحد فيهم دخل في الايمان والتاني لسه، ففي الحاله دي قال ان ممكن يكون يعيشوا، يعني مش لازم انه ان الزيجه دي تروح. الا لو الطرف الغير مؤمن ساب، الغير مؤمن هو اللي كمان يعني فتاني. حاليا طبعا لما حد بيغير دينه ده بقى يختلف، لانه هنا هم اصلا كانوا مسيحيين واحد ساب واتجوزوا جواز مسيحي واحد ساب. لكن هنا لا يجوز ان واحد يتجوز حد غير مسيحي. يعني هل نقدر نعتبر لما 2 مسيحيين يتجوزوا واحد يسيب الدين بتاعه اللي هو اتجوز عليه، هو على اعتبار ان احنا في المسيحية بنعتبر ان ربنا هو الطرف الثالث، يعني حتى لو ما خانش الزوجة هو خان على الاقل ربنا، يعني العلاقة الثالوثية دي اتكسرت. يعني هل ممكن الكنيسة تكون بتسمح بالطلاق بسبب الخيانة، خيانة ربنا يعني؟ لا، بسبب بسبب ان هو ترك، انتقل اعتمادا على كونس الاولى 7. تمام. طبعا هاخد تليفونين يا سيدنا وبعد كده نكمل. دكتورة شهيرة اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام يا سيدنا، الحمد لله على السلامة، ومبسوطين إن بنشوف نيافتك حتى على الشاشة. هاي يا ميري حبيبتي. لا أهلا يا دكتور. يعني أنا عارفة الموضوع حساس، بس سيدنا قال كلمة حلوة، وأنا شايفة الكنيسة بتعمل الوقاية خير من العلاج، بتعمل الدروس اللي بياخدوها الشباب قبل الجواز، وبتدقق أكتر مكان زمان أي حد مهاجر ينزل يتجوز ويرجع، والحاجات اللي بسرعة دي بتخلق مشاكل، فهي فعلا الوقاية خير من العلاج. وطبعا بالنسبة للسقف أحسن وقاية إن هم زيحوا نفسهم. بس النقطة اللي نيافتك ذكرتها كمان يعني عجبتني ولمست الإحساس، صار ان المجلس الكليريكي بيتعامل بأبوة مع الطرفين، ومش بياخد طرف او يعني بيحكم لطرف على حساب التاني، هو يهمه الطرفين زي ما نيافتك قلت، ويهمه تسهيل حياتهم على الارض من غير ما يفقدوا حياتهم الابدية، وعدم فقد الحياة الابدية ده اهم طبعا. وهيتوقف العامل ده على عدم مخالفة الإنجيل، فكل الظروف دي بيراعيها الكهنة الحلوين والأساقفة والمجلس الكليريكي اللي بيهموا مصلحة كل واحد في الأرض، وأهم من الأرض السماء. فلازم كل حد يحس بالإحساس الأبوة اللي قالها سيدنا دي، علشان يبقى ما عندهمش غضب أو الحاجات اللي بتتعمل السلبية دي. ودي يمكن بتنطب من الكلام المش مظبوط اللي بيحسسه من ان الكنيسة بتاخد طرف عن يعني جانب حد عن حد، الكلام ده مش مظبوط. بمناسبة النقطة دي سيدنا، يعني طبعا انا بس بقول تعليقي وردا او احساسا يعني من الكلام الحلو اللي نيافتك قلته. النقطة، هل تدخل الدولة او العلاقة بين الكنيسة والدولة في مصر اللي هو مختلف عن هنا، يعني هنا الدستور بيفصل الكنيسة عن الدولة، هل ده أحسن للكنيسة ولا لأ؟ أنا مش عايزة الرد. أنا بس بطرحها كنقطة ممكن تتبحث، لأن يمكن الظروف الحالية في مصر مادية، خصوصا وزير العدل اللي هو محبوب من المسيحيين ومن المسلمين وإنسان عاقل يعني في الوقت الحالي، هل دي نقطة ممكن الكنيسة تفكر
تبحثها بحيث اللي عمله ما اعرفش مين، محمد علي ولا مين اللي حط الدولة ولا الامويين، هو ايفر يعني ابتدى عمليه الربط بين الكنيسه والدوله دي. دي من مصلحه الكنيسه ولا احسن ممكن تتبحث تتفك. وبالمناسبه دي بقى ليا حاجه مهمه، ناس كتير قالوا لي يعني اذكرها لنيافتك. القرار بتاع اللجنه الدستوريه هنا السوبريم كورت اللي وافق على زواج المثليين، اللي رايح اوباما بكل ذكاء يعرضها حتى على الدول المسيحيه زي كينيا وكده، يعني ردوا عليها قالوا لا ديننا ولا اجتماعياتنا الكالتشر بتاعتنا بتسمح. اللي انا بقوله، انا عارفه ان حسب القانون والدستور الدوله ما تقدرش تجبر الكنيسه سوفار يعني انها تجبر الكنيسه انها تزوج المثاليين، عايزين يتجوزوا بيروحوا المحكمه ويتجوزوا ولا القاضي يتجوزوا. لكن في ذهني ان الكنيسه ممكن تكون تسبق الاحداث، ورؤساء الكنائس بكل طوائفهم البابوات والبابا فرانسيس والبابا وهنا اذا كان مثلا فرانكي جراما عن الانجليين وكده يعملوا منشور يحدد موقف الكنيسه قبل ما السوبريم كورت يدخل بالانفلونس بتاع الناس المثاليين دول بفلوسهم ووقتهم الفاضي، ويجبر الكنيسه اجينست الدستور، لان السوبريم كورت ممكن يفسر الدستور او يغيره، انها تسمح لهم بالجواز داخل الكنيسه، ودي طبعا هتبقى مخالفه للدستور بتاع الكنيسه اللي هو الانجيل. فهل الكنيسه ورؤسائها ممكن يفكروا في حاجه استباقيه يمنعوا ده من الحدوث في المستقبل؟ واشكرك. ميرسي يا دكتوره شهيره. طب ناخد تليفون تاني سيدنا وبعد كده نفتح معاك. استاذ جورج اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء الخير. سيدي الحمد لله بالسلامه سيدنا، نورتنا. اهلا ونقدم الشكر لنيافتك كعادتك دايما بتطلعنا على اي حاجات بتتقال في المجمع المقدس قبل ما توصل حتى لقرارات، ودي حاجة جميلة جدا جدا، لأن أول بأول الناس بتزيل أي سوء فهم وأي غشاوة في المعلومات لما بنسمعها من فمك الطاهر من مصدرها الأساسي، حاجة بيكون لها تأثير كويس خالص على الكل. حللنا سيدنا هو موضوع طبعا الأحوال الشخصية، ده رغم ان هو بيهم عدد بسيط جدا، مش ضروري نكون عارفين عدده كام زي ما نيافتك اشرت في مشكلة الارقام والحاجات دي، انما بالتأكيد هم عدد قليل جدا جدا. في مشاكل يعني اخذت الكاميرا كلها وخدت محور الحديث وبقت هي مركز للتفكير يعني اكثر من حجمها بكثير جدا جدا جدا، حتى دخلت في اجتماع الاربع بتاع سيدنا يعني اتحطت كده بشكل مش مقبول وشكل سخيف جدا. في مشاكل اخرى كثيرة تهمنا، تهمت ال20 مليون ال25 مليون ابني، في حاجات غاية في الاهمية لازم نستثمر الوقت، اللي هي مواد الدستور أشارت عليها خاصة بالتفرقة والتمييز وإزاي نفعلها، في موضوعات مهمة جدا زي خانة الديانة في الرقم القومي، أعداد المسيحيين والمرأة والفئات اللي هي هتتحط المرة واحدة دي في الانتخابات البرلمانية والمحليات، وايه دخل الكنيسة فيها ومين اللي هيحدد انواع الشخصيات اللي هتتقدم للموقف، الكنيسة ايه من الجهات اللي لها انشطة سياسية في موضوع حزب النور وان ده مخالف للدستور، والبرامج التلفزيونية اللي بتعملها لوغوس الحقيقة وعالجت فيها حاجات كتير. ما يفوتنيش يا سيدنا ان انا اشكر
قناة لوغوس الموضوع اللي اتكلمت فيه أختنا الدكتورة شهيرة على موضوع الشذوذ. القناة تصبت بآراء طبية وآراء كنسية وعملت أكثر من حلقة، بس برضو مش كفاية اللي اتعمل، مش كفاية، مطلوب أكثر، لأن ده موضوع يهم الشباب كتير جدا ولازم يبقى عليه تركيز أعلى بكتير قوي من اللي تم ده. قبل ما اختم سيدنا، في بس سؤال عاوز استوضحه بتاع سمعنا في كنيستنا، طبعا كنيسة أبائية مجمعية تتحرك زي الفيل زي ما نيافتك أشرت، إنما في موضوع رعاية الموهوبين أوائل الثانوية العامة، أوائل الجامعات، أوائل المعاهد، المخترعين، المكتشفين من الشباب. إيه اللي تم بالضبط يا سيدنا في المجال ده؟ وهل الإبرشية عند نيافتك هتتولى الموضوع ده بتفعيل أكتر ولا حللنا ونورتنا؟ ومستنين تنورنا في عيد الست مريم المجدلية، وكل سنة ونيافتك طيب. وشكرا يا مير. شكرا يا شانس، مرسي خالص لمداخلة حضرتك. طب نيافتك سيدنا، لو ترد لنا على الموضوع بتاع الدكتورة شهيرة، خطوة استباقية من الكنيسة يعني ممكن تاخدها؟ بالنسبة هي قالت جزئين، قالت على حكاية الكنيسة والدولة طبعا هو احنا الوضع في مصر احنا مش في ايدنا، يعني من ناحية في دستور وفي قوانين، فيعني دي حاجة مش في ايدنا. وطبعا يعني احنا متطورين، قبل كده كانت يعني تحت النظام الاسلامي انه كل ملة بتحكم، فكان يعني اي حاجة خاصة بالحوالي الشخصية كانت بتحكم في داخل الملة نفسها، يعني الطائفة نفسها، كان البطريرك معاه السلطة ان هو يعني اي مشكلة بين في زواج او في ميراث، فكان ده النظام الاسلامي يعني اللي تطور وبقى اسمها المحاكم الملية. وبعدين جت الثورة لغت المحاكم الملية واصبحت الحاجات واستبدلتها ان يبقى في قانون خاص بالمسيحيين في الاحوال الشخصية. فابتدت بقى لما الدستور الجديد يعني عمل المرجعية في الشريعة، وفي نفس الوقت حط المادة الثالثة انه اعطى يعني لينا ان احنا نطبق شرائعنا. فنتيجة كده فاحنا بقينا حاجة بين حاجتين، يعني هل هناخد حرية كاملة حسب المادة الثالثة في هذه الامور، ولا رأينا هيبقى استشاري؟ فده اللي عامل الإشكالية في موضوع الايدنتيتي، يعني الهوية بالنسبة للدولة نفسها، البلد نفسها يعني. فمؤثرة في الناحية دي من ناحية القانون، فاحنا بنتحرك فيما هو يتعلق بالوضع الموجود في مصر. من ناحية الدولة يعني حاليا طبعا زي ما قلت انه اللي انا فهمه من او فهمته يعني من قداسة البابا ان الدولة مهتمة، يعني الرئيس السيسي مهتم انه يعالج هذه المشكلة، وطبعا بيتابع اللي بيحصل، وجي وزير العدل اللي هو احمد الزندري اشارت اليه وقابل قداسة البابا وسمع لرأي الكنيسة. ف الخطوات اللي هتؤخذ بعد كده يعني نتمنى ان توصل، احنا لينا تجربة سابقة مع المتنيح البابا شنودة لما جمع رؤساء الكنائس وقدم حتى يعني زي ما كان بيحكي لنا ان ساعتها يعني قيل لهم انه دي معجزة ان كنتوا جبتوا قانون موحد، وافتكرنا انه هيتم وطبعا ما حصلش حاجة، وجم جددوه بعد كام سنة وقدمنا الكلام تاني برضو ما حصلش حاجة. يعني المشكلة دي يعني مشكلة موجودة من ناحية القانون يعني، إنما يعني كمشاكل أسرية موجودة في الكنيسة من زمان، يعني بس زمان طبعا كانت الأسرة الكبيرة بتقدر تحل المشاكل وتلمها، دلوقتي ابتدت تبان وتطلع. طبعا في يعني في طبعا تركيز إعلامي معين، حاجات مخلوطة ببعضها، يعني الناس عايزة تهاجم الكنيسة، ما يعني عايزة تشيع ان في انقسامات في مثلا بين الاباء الاسقفة وكل الحاجات اللي بتتسمع دي. طبعا واضح ان في حاجة اعلامية معينة موجودة، عشان كده احنا برضو
تثير الرأي العام، لابد يعني ان احنا نكون واعيين لدي وما نسيبش الناس دي هي اللي تحدد لنا الأجندة. بالظبط. احنا اللي نقود الموضوع. فيعني انا شايف ان خطوة انه دعوة لجنة التعليم والتشريع انها تكون قناة تنقل الامور الكنسية فيها ويبقى في خطوات واضحة ان احنا نقدر نوصل ليها. احنا يعني الناس اللي عايزة تهاجم الكنيسة دي احنا مش هنقدر نمنحها يعني، ومش هنشغل نفسنا بيها يعني، مش هنقعد نشغل نفسنا بكل واحد يكتب له كلمة نرد عليها ولا مش هنخلص في السلبيات دي. انما العمل الايجابي يرد على السلبيات، يعني العمل الايجابي يرد على السلبيات. بعدين احنا يهمنا القاعدة العريضة لشعبنا اللي بيحب الكنيسة ملتزم بيها. يعني الناس مثلا تعبان يقول لك لا احنا عاوزين الكنيسه وسلطه الكنيسه تطلع بره، ده هي مقيده الاقباط مستعبداهم، ويبعتوا مثلا لرئاسه الجمهوريه ان احنا عاوزين قانون مدني للزواج. طب وده احنا الكنيسه مالها ومال حاجه زي كده؟ طب ما احنا هنا اهو، احنا في قانون مدني للزواج، ما عايز الناس بتيجي الكنيسه. فقوه الكنيسه في الرعايه يعني مش في القوانين، يعني احنا قوتنا كنيسه قبطيه ان بترعى الشعب، فالشعب بيحب الكنيسه لانه حاسس ان الكنيسه بترعاه. لو احنا ضعفنا في رعايتنا، لو حطينا مليون قانون ايه اللي هيجيب الناس؟ يعني اصلا من الاول الواحد بيروح يتجوز في الكنيسه؟ طب ما يروح يتجوز في اي حته تاني. لا يعني مش لان هناك المقيدين الاقباط انه لازم يبقى في شعائر دينيه، طب انا ممكن ما اتجوزش عادي، لكن الناس بتيجي ليه؟ لان بيتربى كده، بيتربى ضميره كده ان هو لازم يتجوز في الكنيسه. يعني هي الكنيسة مش ممانعة زي ما البعض بيحاول يقول، أو يعني مش هي الواقفة في طريق وجود قانون مدني. يعني في ناس بتقول يعني ليس من حقنا يعني، لكن احنا مش دولة، لكن احنا ما نقدرش نوافق على الزواج المدني زي احنا مش موافقين على الزواج المدني هنا. يعني الزواج المدني هنا موجود، لكن لو واحد جه متجوز مدني انا ما بقبلوش. اسمه متزوج، بالنسبة للمجتمع متزوج، لكن بالنسبة للكنيسة زواج غير مقبول. فهناك مثلا ما اقدرش انا احط قانون، ما هو اصل المشكله اللي موجوده ايه؟ ان الدستور بيقول احكم بما في شرائعه. لو حطوه في القانون ده ما هو بيقول اهو انتوا دي شرائعكم وانتوا وافقتوا على كده. احنا بنقول لهم لا، احنا شرائعنا ما فيهاش جواز مدني، احنا شرائعنا بتقول ان الزواج ده سر كنسي. ما جمعه الله لا فيه انسان، فده غير موجود عندنا في شرائعنا. فما تقدرش تحطه في القانون اللي انت بتقول بتعمله لي عشان خاطر بتنفذ الماده الثالثه للقانون. زائد ان مصر كمان حسب يعني ما فيهاش جواز مدني يعني، ويقولوا كده يعني. فدي يعني زي قضيه قانونيه تتعلق بالدستور وتتعلق بالقوانين. لكن الشخص اللي هو مش عايز الكنيسه، هي انت بتيجي الكنيسة ما حدش بيجبرك يعني. ليه الواحد بيروح الكنيسة؟ ليه بيجيب يعمد اولاده؟ ايه يعني ايه احنا ايه اللي إيه إيه انت ماسكه في ايه؟ غير حبك للكنيسة، حبك لربنا. ففكرة انه ده الكنيسة عايزة تفرض سلطتها على الناس وعاوزة تقيد الناس، طب ما هنا في حرية للناس، كالناس بتيجي. وقوة الكنيسة ليست في القوانين، قوة الكنيسة في الرعاية. الشخص يحب الكنيسة دي ترعاه، تهتم بيه وتهتم بأبديته. فإيه الفايدة ان انا مثلا هديله حاجة مش هتفيده؟ يعني افرض احنا سهلنا وقلنا خلاص ممكن تتجوز، بس يعني هل ربنا موافق على الكلام ده؟ ما انا لازم لما ادي حاجة لازم اعرف ان حاجة حسب الشريعة اللي حطها ربنا التزم بيها، لكن انا مش هخترع وانا مش احن من ربنا على الناس. وبعدين اللي اتجوز ده ما هو عارف كده يعني عارف الزواج ايه. ده في ناس بتتربى ان بتتجوز مفيش حاجه اسمها طلاق. يعني انا ساعات تجينا مثلا في المجلس الكليريكي واحده تقول انا اتربيت ان مفيش كلمه طلاق دي عندنا في البيت، تسمعهاش، فمستغربه ان في حاجه اسمها، وصلت لنفسها تلاقي نفسها مثلا بتطلق ولا في مشكله طلاق، ما تربتش على كده يعني، مش موجودة في القاموس بتاعت عائلتهم. دي العائلات اللي تدينة المحترمة اللي ما تقبلش حاجة زي كده. وزي ما قلت يعني هو الطلاق ده مش هيدي حل، مفيش حد كسبان فيه يعني.
بالنسبة بقى لموضوع الزواج بتاع، طب انا اسف سيدنا، ممكن قبل ما ناخده دي بتاع قبل زواج المثليين ناخد استاذ مجدي عايزر. استاذ مجدي اهلا وسهلا بحضرتك. نقبل الايات يا سيدنا. اهلا عليك يا مدام ميري. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك يا سيدنا، منور ومنور كاليفورنيا، منورنا. شكرا. انا بس عندي، ما كنتش عايز اعلق، انا كنت عايز اسال سؤالين بس. انا عندي تعليق لما قدست البابا شنود الله يريح نفسه قال لا يوجد من يجبر الكنيسه على العمل ضد الانجيل او عمل اشياء ضد الانجيل. انا يمكن اخذتها ساعتها نبوه اكثر منها قرار. هذه النبوة تحققت لأن بموجب المادة الثالثة من الدستور لا يوجد أحد في مصر يستطيع أن يصدر قانون ضد إرادة الكنيسة وضد الكنيسة ككل، المجمع المقدس. الحاجة الثانية سؤالين بقى لنيافة سيدنا. هذه الشائعات اللي تطلع من الصغار لا تضيرنا كثيرا ولا نصدقها، ولكن بتتعب بصراحة. يعني الواحد لما يصحى الصبح كده ويلاقي يقولك في أساقفة عايزين يشيلوا البابا، بتتعب. ليه أبونا بولس حليم ما يعملش مؤتمر صحفي حتى على الأقل كل أسبوع لتوضيح الأشياء، وهو المصدر الوحيد اللي بناخد منه المعلومات؟ كده بيكتم الإشاعات. يعني مؤتمر صحفي لمدة ساعة مثلا كل أسبوع، دي واحد سؤال. السؤال الثاني سيدنا، ماذا فعل مجلس كنائس أمريكا الشمالية في موضوع جواز المسلمين؟ برضو ده من الأشياء اللي الواحد تعبت الواحد، وكأننا الشيطان يعني زهى بنفسه وحاول يعني يثبت نفسه. أشكرك يا سيدنا وأنا قاعد مستمتع بكلامي. شكرا جزيلا لك. مرسي يا استاذ مجدي. طب هي مجلس كنائس امريكا عمل ايه للمثليين؟ والسؤال بتاع الدكتوره شهيره، هل ممكن الكنائس كلها مثلا او كل بس ممكن حته الاشاعات دي طيب. طبعا يعني عايز اقول ايه، لو احنا يعني مثلا زي واحد ارى انه بيقولوا في اساقفه عايزين كذا، طب مفروض هو يقول لنا مين هم. بالظبط، لانه يعني انت هتنفي حاجه غير موجوده، يعني بيطلع حاجه طب ما بيجيبلناش يعني ايه المؤامره. يعني مثلا بنسمع المؤامره دي لان اكتر من سنه، مره واحد طلع قبل الاجتماع ما طلع لنا بيان في مؤامره كبرى ومش عارف ايه وانا احذر منها، وما قالناش ايه مين المؤامره دي. فهننفي ايه؟ ما هو حاجه مش موجوده. يعني مفروض اللي يقول حاجه زي كده يقول لنا ايه. كمان الشخص اللي بيستمع حاجه زي كده يعقل الحاجه. يعني المثل بيقول ان كان المتكلم مجنون فالمستمع يبقى عاقل. فلما واحد مثلا يكتب لي كده ان في مؤامره من الاباء الاساقف لكن ما قاليش ايه هي المؤامره ومين هم بالظبط وهيعملوا ايه بالظبط، يعني طب المؤامره دي احنا بنسمع بيها طب ما شفناش حاجه. فطبعا الكلام ده كلام فاضي، مفيش حاجه زي كده. يعني لا انا ما شفناش في ناس بتتآمر ولا بتاع. كون ان احنا يكون لنا اراء متنوعه او مختلفه دي ما اسمهاش مؤامره. ما طبعا اي مجتمع انساني بنناقش فيه موضوع كل واحد فينا بيقول رايه. مثلا اجتماع مثلا، طب ما احنا هنا مثلا اجتماع الكهنه بنقول مثلا في موضوع في اراء مختلفه، لكن هل معنى كده ان الاباء الكهنه مثلا اللي هم مختلفين معايا في الراي في موضوع بيتآمروا مثلا ضدي؟ بنطلع بعد ما خلاص فيش، احنا كلنا روح واحده اتفق عليه كله بنمشي. لكن ده مش معناها ان كل موضوع بنناقشه. فعشان كده احنا برضو لازم نتعلم انه ما نمشيش ورا الحاجات دي، وازاي نعمل بفر زون كده ان الانسان ما يتاثرش بيها. يعني لانه انت مش هتقدر تمنح، همنحها ازاي واحد يعني كتب حاجة زي كده. بالنسبة بقى لموضوع زواج الشواذ، طبعا هو من الرأي الكنسي معروف رفضه، يعني وده مش هنتكلم عنه كتير. لكن احنا مفروض ان احنا يعني لينا عمل جوه الكنيسة ان احنا نوضح ليه، يعني بشرح بالناس ليه، مش بس بمجموعة آيات بمفهوم
يعني ايه المفهوم المسيحي للحياه الجنسيه وازاي ربنا خلقها في الانسان وايه الهدف منها. نقطه تانية انه شعب الكنيسه بيختلف، يعني في ناس طبعا موضوع مرفوض، في ناس ما بتؤيدش الموضوع ده لكن بتبص لهم من ناحيه حقوق انسان، من حقهم ان هم مثلا يكون كذا، نتعاطف يعني. فبرضه بنوضح انه يعني احنا بنتكلم على الناحيه الدينيه فيها، مش بنتكلم على الناحيه المدنيه. تاني حاجه ان بفرق ما بين الخطا هذا وبين الشخص نفسه، يعني ما حدش بيقول ان لو واحد مثلا عنده هذا المشاعر انك مثلا تطرده ولا تحبسه ولا تسجنه ولا الى اخره، يعني احنا بنتكلم على الخطيه نفسها انها دي خطيه حسب كلام الكتاب المقدس. بفرق واحد بيمارسها، واحد عنده الشعور بس بيجاهد فيها. ممكن واحد يكون عضو حتى في الكنيسة عنده الشعور ده لكن بيجاهد فيه، زي أي شاب بيجاهد ضد مشاعره لكن لسه ما اتجوزش. يعني فاحنا محتاجين لحمل التوعية. الناحية القانونية احنا برضو نتيجة الاتجاه اللي موجود فيه، يعني هو قرار المحكمة العليا ده جه نتيجة تطورات ماشية. فاحنا عشان نستبقي هذا الأمر عملنا نوع من الأمندمنت في البايلوز بتاع بتسجل بيه الكنائس هنا في أمريكا، بننص فيه صراحة إن احنا بنؤمن إن الزواج سر كنسي بين رجل وامرأة، وإنه يعني كنص واضح، بحيث إن لو حصل إنه جم قالوا طب انتوا إيمانكم إيه؟ طب مش كاتبينه ليه؟ فاحنا كاتبينه في البايلوز بتاعنا اللي مسجلين بيه كنايسنا. وده موثق يعني طبعا. ما احنا عملنا الأمندمنت ده و يعني ومقضاه قداسة البابا، لأن البايلوز بيقول إنه أي أمندمنت تكون اللجنة المجمعية. فيعني عملناه واتمضى يعني على أساس إنه الكلام ده لما كنا في المجمع المقدس ومؤتمر الرهبنة كان يعني تقدم هذا مؤتمر المهجر اتقدم هذا الأمر. فده هيبقى موجود أمندمنت داخل رسمي بالنسبة لنا. ده اتعمل في المجمع بس ده كنسيا، لكن هل بقول يعني هندخله بقى ما احنا هيدخل يعني هيبقى لسه موجود كل بقى يعني الاجراءات القانونيه لي دي اجراءات بتبقى يعني هنا يعني ده اتعمل يعني لازم طبعا قداسه البابا يمضي عليه، وانا مضيت بصفتي ان انا مقرر لجنه المهجر الاثنين يعني، وختم ويعني ماشيين في خطواته ان هو ينفذ بالنسبه لينا هنا. ده في مؤتمر المهجر الاخراني نيافتك. اوكي. لكن اللي كان لكن اللي كان اتوضع من ايام البابا شنوده، لا اليونيفورم بايلوز ده موجود من زمان. اوكي تمام. كل كنيسه لما بنسجلها بيه. احنا عملنا امندمنت تعديل يعني تعديل للبايلوز عشان ننص على الحاجات دي، لان طبعا دي حاجه يعني في ايماننا بس بنحطها بصوره قانونيه بحيث انه لو حصل ان اي حاجه بخصوص هذا الامر. لكن احنا ما هو احنا كمان ما في جوازات تانية غلط، يعني مثلا الجواز المدني قانوني موجود لكن احنا مش مجبرين عليه. يعني افرض واحد ما خدش تصريح زواج، واحد جوز مدني ما يقدرش يجيب لي حكم المحكمه يقول جوزني في الكنيسه، مفيش حاجه زي دي. فدي زي دي. بالنسبه بقى للكنايس، المشكله بقى مش في المجتمع، المشكله هنا في الكنايس. ان الكنائس مختلفة في هذا الموضوع. يعني في كنائس موافقة على كده وبتجوز الشواذ دول من قبل القانون يعني وفي بعض منهم بيقسموهم زي مثلا اسقف مثلا من مدة. فعشان كده إجابة السؤال مجلس كنائس امريكا ما عملش حاجة ليه؟ لان اعضاء المجلس مختلفين. وانا قبل كده يعني من مدة مثلا 15 سنة تقريبا كانوا السكرتير العام لمجلس كنائس امريكا زائد السكرتير العام لاتحاد الايفانجيليكالز الانجليين، دول يعني ناس كونسرفاتيف، واظن البنتيكوستال، كانوا جم طلعوا بيان ان الزواج يكون بين رجل وامراه ومضى عليه الجنرال سكرتير. لما جم في الاجتماع بقى احتجوا عليه ازاي انت تمضي على دوكيومنت زي كده.
لما احتج وراح راح سحب امضته. احنا ساعتها يعني احتج يعني قلنا ازاي بقى انت مش قادرين نتفق على حاجة بيزك زي كده، يبقى ما قاعدين ليه؟ وخدنا فترة ما بنحضرش الاجتماعات يعني. لكن ده للأسف ده واقع. انا بقول ان خطورة هذا الامر مش في المجتمع، خطورته انه دخل في كنائس. يعني دخل في كنائس بدرجة ان هي بتقبل هذا الامر، وعندها ناس كليروس، عندها ناس يعني باستورز وكده كده يعني، وعلني يعني مش 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 خطيه يعني بيعتبر ان هو. فدي ده الخطر اللي هو موجود هنا، او ده الصعوبه اللي موجوده بالنسبه لنا. لكن احنا مش اول مره نعيش في مجتمع فيه قوانين مخالفه لمبادئنا المسيحيه، ومش بس دي، ما في حاجات كتيره هنا في القانون يعني هنا القانون مثلا لا يجرم الزنا طالما انه في موافقه. احنا مثلا بنعتبر الزنا خطيه بالظبط، سواء المجتمع بيعاقب عليها او ما بيعاقبش عليها. فالكنيسه ليها موقفها، تستمر تستمر فيه من ناحيه تعليمها. فده يعني بالنسبه لنا زي ما بقول، عشان كده احنا يعني مش محتاجين ان احنا يعني نعمل احتجاجات، لان يعني طلع بيان. طب ويعني طب ما موقفي معروف، لكن انا مهم اخد ايه الاجراءات القانونيه زي ما عملنا كده، وايه توعيه الشعب بتاعي. واحد بس قال لي طب نعمل مظاهرات، طب وبعدين؟ هنطلع نعمل مظاهرات، وبعدين وبعد المظاهرات هتطلع مظاهرات مضاده والناس تضرب في بعضها. يعني مش الحكايه عايزه علاج هادئ قوي، توعيه بالنسبه ل، عشان كده احنا ناقشنا الموضوع ده في لجنه في مجمع كهنه يعني ابوشيه، وكوننا لجنه ازاي ان احنا نرد على الأسئلة دي بين شعبنا، وإزاي أنا ما أحطش كل الشعب في خانة واحدة. إنه زي ما أقول في ناس بتاخدها من ناحية تعاطف كحقوق إنسان، وبعدين إزاي نتعامل لو إحنا لو واحدة اكتشفوا مثلا بنتهم ولا ابنهم، إزاي نتعامل معاه. وبالذات إن مثلا المجتمع بيقول له لا، مين قالك إن أنت إن عندك مشكلة، إن أنت ما عندكش مشكلة، ده طبيعي كده، طب نعمل إيه؟ وبعدين ابتدت الناس تتشكك في أي تصرفات بالنسبة لأولادهم. يعني لو لقي مثلا النهارده بنت صديقة أو البنت زميلتها، ابتدي الأم تفكر، الله طب ما البنت تعمل إيه؟ طب يعني لازم تصدق ولد عشان خاطر تثبت لها إنها سليمة. يعني ما في مشكلة النهارده بالنسبة لنا، حاجات اتعودنا عليها. صحيح. إن احنا مثلا بنات أصدقاء مع بعض أو بنت صديقة لبنت، ابتدت الناس مخها يضرب لما بنتين هم اللي ماشيين مع بعض يبقى مشبوهين يعني مشبوهين. طب تمشي مثلا مع ولد عشان تثبت لهم ان هي، طبعا يعني نلاحظ لو في سلوك معين، لكن مش كل اتنين اصدقاء مع بعض. نبتدي مثلا نفكر بالطريقه دي، لكن الجو العام خلى الاباء مخضوضين. فبرضه دي ازاي نهدي؟ انا يعني انا شفت حالات زي كده يعني، انا واجه يعني مره اسره جايين بيشتكوا من بنتهم ان هي يعني تروح الجامعه وفي صديقه معاها سودة، افتكرت المشكله في انها سودة يعني. فبقول لهم طب وفيها يعني؟ لا ما في برضه ناس من البلاك، ناس كويسين يعني. قالوا لا ده البنت كويسه واخلاقها كويسه، وشكروا فيها. طب ايه الخوف؟ فابتدى الاتجاه يعني الام مسكينه ابتدت تخاف من الحته دي يعني الصداقه الشديده دي. فعايز اقول انه، وانا حكيت القصه دي برضه في اجتماع الكهنه، انه يعني احنا قدامنا حاجات متغيرات النهارده لازم يعني نواجهها. في لان زمان كانوا كده، كان يعني كنا نسمع ان مثلا لو بنت مش ماشيه مع ولد يقولوا لها الله انت لازم تكوني عندك مشكله. انه ما كنا نسمع كده من زمان هنا في المهجر يعني. فاكر لما كنت بروح مع المتناخ بابا شنوده كان يبعتوا له اسئله، فكان في حاجات زي كده كنا نسمعها يعني في لحد ما شفناها اهو. فربنا يرحم يعني، ربنا يرحم. زمان صعب طبعا، زمان صعب على الكل، على الاولاد وعلى الاباء كمان يعني، ربنا يرحمنا. طب سيدنا بالنسبه لل، كان سؤال الاستاذ جورج على الاوائل ورعايه الموهوبين، الاوائل بتوع الثانويه العامه، مش عارفه بقى في مصر يعني. انا يعني احتمال، لكن احنا طبعا لو اي حاجه بتطلب مننا بالنسبه لاي حاجه في ما بنتاخرش يعني بالنسبه
وشيء هنا يعني. هو النهارده حتى قداسه البابا كرم الاوائل يعني، عندنا اعداد كبيره السنه دي من طالعين الاوائل ثانوي عام. طيب كويس نشكر ربنا يعني. طيب خلاص نرجع تاني سيدنا لموضوعنا. يعني برضو هرجع تاني للليحة، يعني الليحة ولا مشروع القانون؟ لمشروع القانون. خلاص احنا عايزين نفرق بينهم. صحيح. هرجع تاني لمشروع القانون. معلش برضو انا يعني بحاول اقول، حتى لو احنا عرفنا من يافتك ان ده مشروع ولسه وما فيش حاجة مستقرة عليها، بس يعني نفسي ان يافتك برضو تطمننا شوية لبعض الحاجات اللي اتنشرت فيها. يعني حتة زي حتة الهجر دي، حتى لو هي مشروع مش قانون ومش أقرت يعني، بس دار حواليها يعني تساؤلات واعتراضات، يعني جات ازاي، جات منين، ومن امتى الهجر يبقى زنا، وثلاث سنين وحاجات زي كده يعني، اللي هي المادة 114 رقم 4. ايوه. دي عليها دي يعني، يعني هتتلغي يعني، لان كان في يعني انا كنت شايف مذكرة حتى من الكنيسة بطالب الغاها يعني، فدي غالبا هتتلغي يعني. هل ممكن في يوم من الأيام الكنيسة تخضع سواء لضغط طوائف، ضغط دولة، ضغط متضررين، يعني ضغط من أي نوع؟ هل ممكن الكنيسة يعني على سبيل، مش على سبيل الخضوع، على سبيل التعاطف، على سبيل يعني؟ لا، هو بس خلي بالك إن القانون ده مش بتاعنا احنا بس. آه. يعني لازم في توافق مع الكنايس في حاجات. فعشان كده مثلا إيه، لما جه البند بتاع إنه لا يجوز زواج المخطئ بالنسبة للزنا إلا بموافقة من الرئاسة الكنسية، لأنه في كنائس بتعمل كده، فتحطت كبند، مش معناه أنها يعملوا كده يعني، حاجة في القانون لو الرئاسة الكنسية قالت لأ يبقى لأ. الناس خدتها إن إحنا الكنيسة خلاص هتجوز الطرف المخطئ، لكن هو يعني بند مادة 20 ومادة 30 بتؤكد على إنه في المسودة دي بتؤكد على إنه ما لا زواج، انما حطت بقى البند ده بتاع الرئاسه الدينيه. طب فالناس فهمتها. طب هي يعني الدوله او الشخص بقى، انا ما كنتش عايز اخش في التفاصيل في الموضوع ده على اساس انه بس ايه، لان دي كانت يعني برضو من ضمن الحاجات اللي اثيرت، يعني اللي هي ماده عشان لا يجوز زواج من طلق لعله زنا، دي المبدا، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، لأن في طائف بتسمح. بس طب بس كده ما يبقاش كقانون عام مش متحدد فيه الطوائف اللي ممكن الرجوع ليها. ده قانون عمومي يعني، بدام أنا عندي الحق إن أنا أوافق أو ما أوافقش. يعني ما هو كده يعني، ما قالش هنا لا يجوز زواج من طلق لعلة زنا ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قرار كنسيا دينيا غير قابل للطعن عليه بأي وسيلة مسألة الطعن، عشان خاطر ما يقولوش افرض احنا قلنا لا مش هيتجوز فيطعن فيه. فهي بتحصن يعني، لو عدت المادة دي بتحصن الكنيسة ان ما يحصلش زي اللي حصل كده، ان المحكمة تطلع قرار ان تطلب من الكنيسة انها تجوز الشخص ده. ما يعني تاني حاجة ان احنا موضوع ال برضه هزلنا، هي كمان في مثلا الفصل الخامس في بطلان عقد الزواج، من ضمن الأسباب اللي هي تمنع دي نمرة 10 مثلا، مادة 30-10، إذا كان أحد الزوجين سبب تطليق العلة زنا. سواك تطليق العلة زنا يعني دي من ضمن بتخلص الزواج. آه. مع ذلك مع مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون، فالناس خدت دي وقالت اهو الحق خلاص هيجوزوا البتاع. موضوع ده شوفي ايه، في الاحوال الشخصية دي في قوانين، لكن احنا بنتعامل حالة حالة، هدفنا هو خلاص نفس الانسان يعني. البعد الرعوي ده مهم جدا في الموضوع، زي مثلا قانون الكنيسة مثلا، انسان صدر عليه حكم بسبب خطأ معين انه ممنوع من التناول، لكن هذا الانسان لو كان على فراش الموت الكنيسة بتقبله وبتناوله رغم ان السبب اللي فيه لسه موجود. هنا بتبص له خلاص نفسه،
ما عندوش وقت ان يغير الخطا اللي عمله. ما عندوش وقت يغير الخطا، لكن ممكن على الاقل يعترف بيه يعني. ما انا بدي لك مثل يعني. انا بدي لك مثل، بدي لك مثل يعني انه يعني ده يعني مثل انه دايما خلاص نفس الانسان فوق اي قانون يعني. هدفه ما في هدف يعني، زي ايه مثلا الامراض، في اي واحد بيدرس طب بيقولوا له المرض الفلاني علاجه كذا والدواء كذا ودواء كذا. الدكتور بقى لما بيجي له العيان بيعالج عيان عيان، ما بيمسكش الكتاب ويقول انت عندك كذا خد ده حسب الكتاب. بيدرس الحاله، ايه هدفه هو؟ يشفى العيان. فممكن قوي ان بعض الحاجات ما ينفذهاش لانها هتضغ ده، الحاله دي هتضغ ده. بالظبط. فهو الدكتور بيبص لصالح العيان. الكنيسه احنا مش قضاة، احنا اباء يعني. ذلك مفهوم الطبيب للمريض مش مفهوم القاضي للمجرم او المخطئ. يعني انا مش دوري بس اقول ان فلان مخطئ او ده اللي مش مخطئ بس، لا انا مسؤول عنهم، دولادنا ومسؤول على خلاص نفسه. فدوري اكبر من مجرد ان انا انفذ قوانين، لكن في هدف قدامي. الهدف قدامي ده خلاص نفس هذا الانسان. يعني في ناس احيانا بتعتبر ان لو ما تنفذش اللي هي عايزاه يبقى لا، الابوه تحولت لسلطان. يعني لما الناس بيكون عندها تفكير كده، طب ما هو ازاي الواحد يقدر يغيره لها، او ازاي الواحد يقدر يحسسها مش محلول. يعني ايه الواحد لازم ايه يطول باله دايما. الانسان اللي تعبان رد فعله مش طبيعي. يعني زي مثلا واحد متجوز غلط، جه تناول منعوم التناول، طبعا هيزعل ويزعق ويعمل ومش عارف ايه. لكن انا بمنعه، انا ما بعاقبوش، انا بخايف عليه، لان اللي هيتناول هيتناول نفسه دينونه. فانا ما اقصدش ان انا ان انا ان انا مثلا اسيء اليه. وساعات ياخدها ناحيه اجتماعيه، ناحيه مش عارف ايه. وانا مقدر مشاعره، لكن بهدوء بشرح له، بفهمه واحده واحده. وممكن يدرك وممكن ما يدركش، لكن في الاخر، في الاخر انا بعمل المسؤوليه اللي علي. افرض هو راح لكنيسه تانية وما رضيش يقول لهم وتناول، ويجوا له اديني اتناولت. طب انت مشكلتك انت، انا مش بحقق معاك. يعني انا لما بيجي لي واحد مثلا هيتناول بنقول ليك اب اعتراف، يقول لي اب اعتراف. افرض ملوش، انا قلت لا هات لي اسمه وانا متصل بيه، انا مش بحقق معاك. انا بسالك عشان زي الدكتور ما بيقول للعيان انت ايه اللي خايف، ايه اللي بتعبك، ما بيقولوش هات لي دليل ان ده تعبك. يعني فانت اللي تعبان، فانا انت هتقول لي حاجات مش مظبوطه، هتتعالج غلط، انت هتعالج غلط. انت اللي في الاخر انا عايز اعالجك، انا مش بحقق معاك. فلو مش هتكون صريح معايا انت اللي هتنضر. اودي له ده وما يقدرش ياخده، طب انا هعمل لك ايه؟ طب يعني هرجع تاني سيدنا لحته مفهوم الحل والربط اللي دايما بتربك ناس كتير في المواضيع دي. يعني كتير من الناس تقول ما انتوا في ايديكوا الحل والربط، ويعني مع ان هم نفس الناس اللي ممكن يكونوا بيعترضوا على سلطان الحل والربط، بس بيجوا في الاوقات اللي زي دي يقول طب ما انتوا في ايديكوا الحل والربط، طب ما انتوا ممكن تحطوا القوانين اللي انتوا عايزينها، زي ما كان في زمان في قساوه قلوب عشان كده موسى سمح. طيب ما دلوقتي الناس قلبها اتقسى والمشاكل زادت والناس تعبانه والى اخره، ليه ما تعملوش كده وتستخدموا السلطان اللي ربنا اعطاه الكون؟ وفي فرق بين القانون العام وفي فرق بين حاله معينه. عشان كده الحواله الشخصيه دي برضو الحاله نفسها، ايه ظروف الحاله نفسها. يعني مش حكايه قوانين. عشان كده مثلا لما جم قالوا الزنا الحكمي، وايه واحد كتب له اي حاجه الكترونيه، وما حدش قال كده. القانون بيكتب كده عشان يعني ده قانون، لكن انا في الواقع انا ببص للحاله ككل، بصوت ظروفها كلها، مش مجرد حد جاب جواب. فهنا يعني مهم قوي انك بتبص للحاله حاله، يعني الحاله نفسها ايه، ظروف الناس ايه، دي بتساعد في الحكم في الاخر. فما اقدرش ان انا يعني. وبعدين روح القانون له روح، يعني الوصايا، يعني الوصايا المسيحية لها روح معينة. يعني المسيح لما زي ما قلت لما جه يتكلم بيحط
روح معينة. الروح المعينة دي هدفها ايه؟ هدفها انها تحافظ على الانسان وتحافظ على اسرته. عشان كده لما جه يتكلم ما قالش شوية قوانين للطلاق وتطلق ليه، رجع للمفهوم نفسه، ان مفهوم الزواج ايه. فهنا مفهوم الزواج انه زواج موجود على طول، فانا لازم اسعى لهذا. يعني 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 انا برضو ككنيسة، طب ايه مسؤوليتي نحو الناس دي؟ وليه الناس وصلت لكده؟ ما انا مسؤول برضو. انا مثلا لما اجي في الابروشيتي والاقي حالات مثلا بتيجي مجلس اكليريكي، انا مش بس دوري ان انا خلاص حكمت، انا برضو مسؤول قدام ربنا ليه الناس دي وصلت لكده. لازم اوفر رعاية للأسرة دي اللي ما توصلوش لكده. عشان كده يعني المجلس الكبير ده اصعب حاجة الواحد بيشوفها، يعني لانه ازاي بيشوف يعني ازاي الناس دي وصلت لكده في خلافاتهم مع بعضها. يعني طب هو سيدنا المجلس الكبير يعني هو ممكن يعيد حل، يعني هو مش جاياله الحالة بعد ما يعني كانت مع اباء اعتراف بقى والناس يعني تدخلت فيها ممكن لمدة شهور او سنين احيانا، وصلت المجلس الكليريكي بيبتدي الاول بمحاولات صلح يعني؟ في اول سؤال لا، وانا بسأل نفسي انا كأسقف في الأبوشية مسؤول، يعني ليه الناس بتوصل لكده؟ هل احنا فعلا مقدمين رعاية ومش مقدمين؟ هل اهتمينا بالأسرة دي وما اهتمناش بيها؟ عملنا ليه ليها؟ يعني مش بس دوري ان انا اقول فلان اثبت على التاني زنا خلاص خد تصريح، ده ما ياخدش تصريح، ما تتجوز، هو كده وخلصنا. يعني الضوء اكتر من كده، بيلقي ضوء على ايه هي المشاكل الاسريه اللي موجوده وايه دورنا فيها وليه الناس وصلت لكده. عشان كده بقول ان كل ما نزود الرعايه كل ما دي بتقل. عشان كده الكنيسه عملت ان في مجلس اكليك للاباقشيه. ليه؟ لان الاسقف مع الكهنه بيبص حجم المشاكل اللي عنده، لكن لو كانت كلها بتروح لحته تانية خلاص مجرد تحكم وخلاص، هو هيحس ازاي بالمشاكل اللي عنده دي؟ يعني مش حكايه ان انا بخلص خلاص روحوا مثلا المجلس تاني يحكم بينكم، انا مش عايز اخش في المشكله دي. انا بخش فيها لان انا بعرف الناس واحوال الناس، وبنبتدي مثلا زي كده مثلا الكنيسه ابتدت تعمل مثلا دورات للاعداد للزواج، الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان، اللي كانت الاسره الكبيره بتحل المشكله دي بالنسبه لنا. يعني ما كانتش الحاجات دي معروفه في وسط العائلات. طيب يعني في احيانا البعض يعني احيانا اسلوب تقديم المشكله على المجلس الكليريكي نفسه هي بتعقدها، او يعني ممكن يعني بيبقى داخل باسلوب هجومي، اسلوب متحفز، حاسس ان هم مبدئيا هيظلموه، مش هيدوا له حقه وهكذا. يعني نفسي نيافتك تقول لنا برضو يعني الاسلوب الامثل ان حد يقدم يعني او يطرح. اول حاجه نطول بالنا ونحتمله، لو كان عنده شك في حاجه نريحه. يعني انا مثلا ساعات واحد يتصل مثلا كلفنا ابونا فلان بدراسه الحال، يقول لي لا ده ابونا فلان كذا، انا ما بحققش في دي وانا واثق في الكاهن بتاعي، بس عشان اريحه بكلف كاهن تاني عشان اريحه، مش معناه ان الكلام اللي قاله مظبوط وما بحققش فيه. لكن لازم ترتاح انك انت ان فعلا الموضوع بتاعك احنا بندرسه بامانه وبحياديه. وانا شخصيا ما بقدرش اقعد مع اي طرف بره المجلس الكليريكي، علشان ما حدش يقول اشمعنى قابلت ده، اثر عليك، فلانه جت قعدت معاك عيطت شويه مش عارف ايه، اتاثرت بحالتها. طبعا انا انسان هتاثر. فبقول لا، كل حاجه تيجي في المجلس، فبنعمل اجراءات معينه بتطمن الشخص اللي قدامنا، حتى لو البعض ما بيكتحلهاش لانه عنده مشكله عايز يكلمك مباشره وتقول لا تعالى المجلس، ممكن يتضايق بالذات لو شخص معرفه يعني. فيفهم انه لا، هنا كل الناس زي بعض. فالحاجات اللي زي دي ممكن تريح الناس الى حد ما، والناس طبعا بتفسر. يعني مثلا مره حاله اتاخرت شويه، نسيت السكرتيره تجيبها في الملف، تجيبها في الاجتماع، تركنت، اكتشفنا تركنت، الراجل بقى قاعد يضرب يعني صاحبه المشكله دي ابتدت تفكر في حاجات تانية. ان لا ده هم تعمدوا عشان كده، عشان مثلا الطرف التاني معروف في الكنيسه وبتاع. صلحنا الحته دي لان غلط ما كانش تتاخر. ففي حاجات ممكن تخلي الناس يعني زي ما اقول لك اللي جاي ده تعبان. فاللي تعبان ده لازم الواحد يحتمله، زي المريض مثلا بيجي في بتاع، في مريض متالم
بتضايق مش حمل بقى انك تزود عليه تاني. فده بقى مريض اكتر من المرض الجسدي. يعني مهم برضو يا سيدنا ان احنا يعني كل الناس يبقى عندها الوعي ان نيافتك قلت صحيح كله خسران، يعني جميع الاطراف خسران حتى الطرف اللي هياخد تصريح. بس يعني مهم ان يبقى عندنا وعي كشعب، يعني ان الطرف اللي دايما مش هياخد يعني مش اللي هي يعني مش هو اللي هياخد تصريح زواج مرة تانية ده هيفضل حاسس بالظلم حتى لو هو مش مظلوم، بس هو دايما هيفضل يقول ان هو اتظلم. يعني دايما الكنيسة مش بتقدر تقول لا انت مش مظلوم عشان كذا، يعني ما بتقولوش يا سيدنا، يعني عشان كده بعض الناس بتنظر ان في ناس بتقول ان هي مظلومة وفي نفس الوقت الكنيسة ما بتردش او مش عارفة تقول. ولا هنرد يعني انا طبعا لا يمكن اطلع اسرار ولا حتى ده حتى لاسرته. يعني ساعات مثلا يجي مثلا الاب او الام يحتاج ازاي مش عارف ايه، نقول لا انا اكلم مع صاحب الشأن. يعني حتى الاب والام ان ممكن تكون في حاجات ما بيقولهاش لابائهم وامهاتهم، فانا لا اتكلم. يعني اقدر ان الاب مثلا بالنسبه لبنته او لابنه بس حديث ما يكونش معاه، يعني حديثي يكون مع الشخص نفسه، يعني هو يجي يتكلم واتكلم معاه واشرح له، لكن ما اتكلمش مع اهله. فكان كده مع الأهل هاجي أنا في حالة مجلس كيكي وأشرحها للناس عشان خاطر بيتهموني مثلا أن أنا ظالم أو أن أنا يعني محايد ومال، أنا أتحمل هذا الكلام، لكن لا يمكن أطلع سر بخاص بمجلس كيكي لما يكون إيه؟ يعني عشان برضو دايما الناس بتبقى حاسة ان طول ما في لسه حد بيتكلم يقول انه مظلوم يبقى اكيد الكنيسة غلطان، لا يعني اكيد هيبقى في طرف حاسس. زي ما قولك طبيعة المشاكل الأسرية ليها خصوصية، يعني ما اقدرش ان انا اطلع يعني واقول للناس لا ازاي ده فلان ده عامل كذا كذا، ما اقدرش اعمل حاجة زي كده. يعني عشان ادافع عن نفسي انا افضل ان انا ابقى متهم بان انا ظالم عن ان انا اطلع سر شخص جه تمنى عليه في المجلس الكريكي. طب يعني في الدقائق سيدنا اللي بقى يعني ممكن لو نيافتك تفرق لنا بين فكره الانفصال في المسيحيه يعني وبين فكره الطلاق. يعني في بعض الناس مثلا فعلا بتعاني من يعني في زوجات بتعاني من ازواجها، في يعني مش هسوي الازواج بيعانوا من زوجاتهم، يعني انا اقصد بالتحديد يعني الاثنين، بس يعني دايما الست هي الطرف الاضعف غالبا، يعني دايما بتبقى هي الطرف الاضعف. فلو الفكره بقى بتاعه الضرب الاهانه القسوه عدم الصرف مش عارفه ايه، يعني كل الحاجات اللي ممكن فعلا بيبقى في ناس محتمله احتمال احيانا بيبقى فوق الطاقه كمان فكره يعني خلاص بطلع عليك خمس سنين. طيب لو ما لهاش اولى سبعه، لا اولى سبعه زي ما القديس بولس الرسول قال دي في عدد 10 11 اما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب ان لا تفارق المراه رجلها. هذا المبدا ده المسيح قاله، وان فارقته فلتلبس غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك رجل امرأته. فإذا لو هي مش قادرة ممكن اللي هو بنسميه الانفصال هنا، بس ما تقدرش ليها تصريح زواج. فما فيش في المسيحية إجبار. إجبار في نصيحة احتمال زي في الزنا، حتى في الزنا احنا بننصح بالتوبة والمغفرة، يعني الشخص اللي يتوب اللي أخطأ والتاني يغفر. ده الحل العادل او الحل الامثل. لما يكون لا في توبه ولا في مغفره يبقى بنضطر ان احنا ناخد قرار. فده حتى في الزنا يعني. فانما لابد برضه يكون للكنيسه دور في توضيح للشخص المخطئ خطاه. يعني ما يبقاش بس دوري نقول له معلش احتملي. طب وانا لازم اقول لك انت غلطان ولازم تتغير نفسك، وممكن الكنيسه لها سلطان ايضا بالنسبه للشخص الظالم. فالنقطه دي يعني دورنا، بس مش ان الطرف يعني واحد زي هنا مثلا واحد بيضرب مراته هجيب له بوليس القانون هيعاقبه، بس انا ما اقولهاش هاتي له البوليس، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول لها انت
طبعا بس افهمها ان ايه التوابع لكده. اه بالظبط. بس في نفس الوقت ما اقدرش ان انا اقول لها انت بس دورك احتملي وهو يضربك زي ما انت عايزه. ما اقول برضه انت يعني افرض واحده ست مثلا جابت لجوزها بوز او العكس ساعات ست تضرب جوزها برضه هنا فجاب لها البوليس. فمش بس بقول بلومها طب بلوم انت يعني يقول لك شوف جابته البيس طب وانت ليه بتضربها؟ يعني انت برضه لازم تكون يعني تفهم ان ده غلط. فده مش علاج للمشكله اللي انت بتعملها لازم تتعامل. فعايز اقول انه لازم نكون الكنيسه فيها نوع من برضه العدل في التعامل مع الزوجين في الحكم بينهم وفي الخطا يعني ان الغلط غلط لان اي تسويه مش مبنيه على اساس عادل ما بتقعدش. فهنا برضه يعني زي ما اقول جزء زي كده. وطبعا الانفصال هنا بيبقى له توابعه. شكرا. في ناس هنا ساعات يتطلق مدني وعايش يعني ما بمنعهوش من التناول لانه في انفصال ان في خطأ موجود. عشان كده فكرة ان واحد ساب البيت طب سابه ليه؟ يعني سابه ليه؟ ما يمكن الطرف التاني متعب. فعشان كده اللي يسيب لمجرد انه يسيب يبقى خلاص هو اللي غلطان ممكن يكون صعب حق. بالظبط. ممكن يكون هو المظلوم يعني. فيعني في اوضاع معينه بتضطر الواحده او الواحد انه يسيب البيت. واحده نكديه مثلا ايوه تبقى كله هيسيب البيوت هيعمل ايه؟ انا اقول له لا خليك تنكد فاحتمل شويه وانت كمان يعني خليه مثلا بدل ما طول الاسبوع مره في الاسبوع مره مش نكديه لا مره تبقى نكديه والباقي ما فيش مره ما تبقاش نكديه ده الاسهل. طيب انا برضو في نقطه تانية معلش حته برضو يعني احيانا دي بتخطر على بال بعض ان حد مثلا وقع في الزنا طب ما يعني ممكن يتسامح. انا بس عايزه اقول بس يتوب. في ساعات لا انا بقول توبه ومسامحه. يعني ساعات مثلا الست تقول انا محتمله ولا لا لا هو مش تائب ازاي يكون في علاقه معاه وهو مش تائب. بالظبط. ده خطا منك. المسامحه تكون بعد توبه. لكن مش المسامحه بلا توبه. يعني ربنا بيسامحنا لما نتوب لكن لو مش تائبين ما بيسامحناش فاحنا مش اكبر من ربنا يعني. يعني لا انا بتكلم كمان بقى على اللي اخذ مثلا طلاق او الكنيسه سمحت بالطلاق علشان في طرف زاني. انا مش يعني خلاص نيافتك قلت لنا ان دي مش نقطه في القانون ولا حاجه بس انا بتكلم على ان احيانا مفهوم الناس ان يعني طب عشان واحد غلط مره مثلا هو هل اللي الكنيسه بتدي طلاق علشان طرف زاني عشان لحظه غلط فيها ولا هو اصلا بيكون يعني في شواهد كتير وايام يعني طبعًا يعني مش طبعًا. لحظه ضعف اصل هي احيانا البعض بياخدها عشان لحظه ضعف يعني هل هي بتبقى لحظه ضعف ولا هي بتبقى نتيجه تراكمات يعني او تصرفات كتير مش لحظه. طبعًا. يعني احنا طبعا لما بنيجي نحكم على كده مش مجرد حاجه يعني مش مجرد واحد مثلا جواب بعته غرامي مش عارف ايه خلاص في سلوك معين. عشان كده بقول لك الحاله حاله يعني بنعالج حاله حاله وبعدين ايه الظروف اللي بيمر بيها الشخص ايه نوع الحياه بينهم كزوجين. يعني بتدرس الحاله وبعدين ايه هو الزاني هل الزاني اللي غلط مره ولا الزنا الواحد عايش في زنا. ما هو في شخص تلاقيه هو منحرف قبل الزواج وبيحرف بعد الزواج وهينحرف حتى لما هيتطلق. وفي فرق بين شخص عايش حياه طاهره مقدسه وجه مثلا موفقش في زواجه فبعت له جواب هنا ولا مش عارف ايه فده في فرق بين ده وده. يعني فدي من ضمن النقط اللي اذا كده نقول احنا عاوزين حوار يشمل المفاهيم القوانين مع البعد الرعوي في هذا الامر. بس ما يبقاش راي شخصي يعني انا بقول بنناقشه في مناقشه مجمعيه. بنتفق على المبادئ العامه لكن هيظل برضو ان في حكم حسب الحالة حسب تقدير الشخص المسؤول. وبعدين زي ما بقول انه الاسقف المسؤول مع المجلس هو مسؤول عن خلاص نفس خلاص هذه النفوس. فده جزء مهم قوي انه يؤخذ في الاعتبار.
انه المجلس الكليكي مش بس مجرد محكمه زي واحد بيروح محكمه كده القاضي دوره بس انه يقول لك مين اللي غلطان ويصدر حكم. احنا يعني انا بشبهها اكتر بالمستشفى اكتر من المحكمه يعني. يعني بشكر نيافتك جدا سيدنا يعني، ونيافتك الحقيقه يعني وفرت علينا اسئله كتير خالص من البدايه لما نيافتك طمنتنا ان الموضوع مجرد مشروع مش قانون، وما فيش حاجه طلعت واللي بيتنشر كله ده هيعاد بقى مع لجنه التعليم في لجنه التعليم في الكنيسه من ناحيه الحاجات الكنسيه، والناحيه القانونيه من ناحيه الحاجات الدستوريه عشان يبقى فيه توافق من كل حاجة وحاجة صح يعني. أنا بشكر ضيفتك جدا يا سيدنا على الإجابات اللي ريحت، أكيد هتريح قلوب كتير، ويعني ما تغيبش علينا تاني سيدنا إن شاء الله، والحمد لله على السلامة مرة تانية. أحبائنا أشكركم جدا على وجودكم معانا، وأتمنى أن يكون في حاجات كتير تزال سوء الفهم فيها أو بعض ما ينشر يعني استطعنا أن احنا نفهمه بقدر أكبر. أشكركم جدا، وانتظرونا بإذن ربنا في لقاءات أخرى. المسيح عشان خاطر يقدم خلاص للبشرية احتمل طريق الآلام واحتمل طريق الصليب. هل احنا مفروض ان احنا نفضل مستنيين في كل وقت ان ربنا لازم يتدخل بصورة ظاهرة وصارخة جدا؟ الشر ده الله لا يستطيع ان يمنعه، لكنه بيسمح به. ما نعملش اي شر، لا نجازي الشر بالشر. الله قادر ان يحول هذا الشر الى خير. المسيح بيعلمنا ان احنا كل ما يبقى قدامنا تجربة جاية نصلي ان ربنا يرفعها، عشان خاطر الانسان يعيش حياة مسيحية. المثل المسيحية محتاج لجهاد.